السلام عليكم طلاب السادس العلمي الأبطال، رجعنا وياكم بزي المهندسين، وياكم المهندس مؤمن المهدي. بس أنا فعلا يعني مهندس، مو ترى مدى قمص هالدور. المهم طلاب، اليوم الحلقة الرابعة إن شاء الله راح ناخذ بيها موضوع إيجاد الثوابت. قبلها ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ أكو مواضيع ترتبط بإيجاد الثوابت، يعني أساسيات لازم تضبطهن، لان ذني الاساسيات راح يجن بايجاد الثوابت وراح يجن برسم الدوال. خلي بالك اللي راح اشرحه انه خطوات برسم الدوال الحلقه الخامسه، يعني مو هالحلقه. فيا طلاب اليوم راح نجي نضبط اهم شغله، مناطق التزايد والتناقص شلون نطلعها، ونقاط النهايات شلون نطلع النهايات العظمى والنهايات الصغرى. بعدها عندنا ايضا موضوع الانقلاب والتقعر، هم يعني ذني لازم تضبطهن، ذني اذا ما تضبطهن هذا البارت من الفصل الثالث النهايه انت ما تضبطه. يعني هسه من هذا الموضوع نهايته انت ما تضبطه اذا ما تضبط ذني الاساسيات. متفقين عليها؟ شوف اليوم راح ناخذ شنو هذا الموضوع مالتنا، شو يقول؟ مناطق التزايد والتناقص ونقاط النهايات. بس تسمع كلمه نهايات او تزايد وتناقص تقول هذا الموضوع يتعامل ويا المشتقه الاولى، يعني بيه بس مشتقه اولى. بس تسمع كلمه نهايات، نهايات عظمى نهايات صغرى، راح تاخذهم كلها، او تزايد او تناقص، اذا الموضوع ويا المشتقه الاولى. شوف التزايد بالدوال اللي هو الاشاره مع الزائد، هذا رمز التزايد. من تلقى زائد يعني من تطلع الاشاره عندك موجب زائد معناته زائد. شلون يرسم التزايد؟ بعد السهم لي فوق، هذا شنو تزايد؟ هذا شنو تزايد؟ السهم لي فوق. طبعا اكو طلاب شو يسوون؟ يرسموه بهالشكل، لا الى اليمين، اوكي الى اليمين، صعود الى اليمين، هذا التزايد. التناقص شنو؟ اشاره السالب، نقول الداله هاي في حاله تناقص. هسه هاي الداله في حاله تزايد اذا زائد، اذا ناقص شنو يعني؟ يعني تناقص. شلون يرسم؟ همي انا باعه الى اليمين بس سهم لي جوا، نازل لي جوا، هذا شنو نسميه؟ تناقص. اذا هسه من يطلع عندي زائد على خط الاعداد نقول هذا تزايد، الرسم مالته بهالشكل. من يطلع عندي ناقص نقول تناقص، الرسم مالته بهالشكل. لازم تعرف الرسم، الرسم مطلوب هنا. زين هاي عرفنا شنو تزايد وتناقص. زين النهايات شنو؟ النهايات من اكو تزايد وتناقص سوى تصير اكو نهايه، من اكو تزايد وتناقص يجون سوى تسميها نهايه. اوكي هسه اقول لك شلون يجون سوى. عندك انت ثلاث انواع من النهايات، نوعين ونقطة ثالثة. خلينا نقول هذا أول نوع، خلينا نجي على أول نوع. شنو نفترض هسه هذا خط الأعداد وعندنا قيمة الإكس، ستعرفوا شنو هي قيمة الإكس. طلع عندك قبل خلينا نقول الأعداد اللي أصغر من إكس طلع عندك زائد، من جهة اليسار طلع عندك زائد، هاي قيمة إكس طلع عندك وراها ناقص. الزائد ايش قال لك استاذ مؤمل؟ تزايد، هيك الرسم. الناقص شنو؟ تناقص، هيك الرسم. تشكلت هنا عندي نهايه، نهايه تسمى نهايه عظمى محليه، اذا طلعت بشكل رقم 8 بالعربي نسميها نهايه عظمى محليه. اذا اكتب لك اياها، اذا طلعت بهالشكل تزايد بتناقص، هاي 8 بالعربي صح ولا لا؟ نسميها نهايه عظمى، مو تقولون كبرى، اكو طلاب يقولون كبرى، لا عظمى محليه. طبعا طلاب النهايه بالرياضيات هي اكس وواي، هذا الاكس عندك انت ولازم بيها واي، فكل نهايه بالرياضيات هي نقطه اكس وواي، نقطه اكس وواي، يعني كانما هاي النقطه اللي هي تسمى النهايه العظمى، اذا طلع عندي بشكل 8 نقول عليها نهايه عظمى محليه. طبعا انا خاف تشوفون هسه اختصرها، النهايه اكتبها نون، العظمى اكتبها عين، المحليه ميم، ما اكتب نون عين ميم يعني اقول نهايه عظمى محليه. فاذا هسه اذا بدا بتزايد وبعدين تناقص النهايه تسمى عظمى محليه. اثنين. زين اذا بالعكس طلاب، شلون يعني بالعكس؟ يعني بدا بسالب هالمره، سالب شنو قلنا؟ تناقص، سالب تناقص، بعدين بهاي قيمة اكس انقلب صار زائد تزايد. صار كأنما رقم 7 بالعربي،
بابا رقم سبعة بالعربي مو سبعة ايش تنكتب؟ الثمانية ايش تنكتب؟ هاي النقطة جوا نسميها نهاية صغرى محلية. طبعا انا شو اقول للطلاب؟ اقول لهم هاي تخيلوها قمة مال جبل، الجبل مو هيك يصير قمة مالته هنا، فاكيد هي عظيمة عظمى صايرة فوق عظمى، بينما هاي صايرة جوا تخيلوها وادي زين صاير جوا بالقاع يعني، هذا نسميها صغرى. فاذا اذا طلعت بشكل سبعة بدت بتناقص بعدين تزايد نسميها نهاية صغرى محلية. طبعا لازم تعرف النوع مالتها يعني لازم تعرف اسمها عظمى لو صغرى زين، فنسميها نهاية شنو؟ صغرى محلية. طبعا اكيد النهاية بالرياضيات طلاب هي عبارة عن شنو؟ X سو Y. اختصارها شنو اختصارها؟ النون نهاية صاد صغرى محلية. عرفت تشوفوني اكتبها هيك شيء نهاية صغرى محلية. هسا اسألكم سؤالاني، اذا طلعت عندي بشكل رقم 8 هاي عظمى هاي شنو؟ صغرى. عظمى صغرى تزايد بعدين تناقص عظمى تناقص بعدين تزايد شنو؟ صغرى. اوكي هسه هاي عظمى هاي صغرى ماشي يعني؟ اذا بشكل 8 نقول عظمى، اذا بشكل 7 نقول نهاية صغرى، والنهاية بالرياضيات هي اكس واي. هسه فهمك خطوات الحل شلون نطلعها. الحالة الثالثة شنو هي؟ استاذ زين اذا طلعن كلهن موجب وكلهن سالب اي هاي هسه هي الحالة الثالثة. اكو مرات طلع كلها زائد يعني حتى ذاك قيمة x تبدي بزائد وتستمر زائد يعني هاي بس تزايد هنا عندي تلاحظ الدالة تزايد او بالعكس كلها ناقص تبدي بناقص وتستمر ناقص يعني كلها تناقص. هنا أنا بهاي الحالة يا طلاب النقطة اللي نطلعها ما نسميها نهاية تسمى نقطة حرجة تسمى نقطة حرجة. فإذا تطلع كلها زائد أو كلها ناقص نسميها نقطة حرجة. هسوي آية 8 عظمى صغرى حرجة حرجة كلها زائد كلها ناقص حرجة. أوكي كلها زائد أو كلها جوا شنو؟ نقطة حرجة. نقطة شنو؟ حرجة. هي حتى النهاية تسمى حرجة بس النهاية بيها اسم نهاية عظمى ونهاية صغرى. هذني أنواعين هسا هاي كبداية كمقدمة. أوكي عرفنا شنو تزايد وشنو تناقص. معدة نزلي نزلي زين. هاي إذا تريدوا تكتبوا الملاحظات ثلاث أنواع من النهايات عندي عظمى وصغرى وهاي نسميها حرجة. أوكي 8 عظمى 7 صغرى ونقطة حرجة. نيجي هسا على خطوات الحل. دقيقة خطوات الحل لإيجاد مناطق التزايد والنهايات. شوف هو بالسؤال ينطيك بس دالة ترى بس F للإكس كل شيء ما ينطيك غيرها يعني ينطيك دالة ويقول لك شنو أريد طلع لي مناطق التزايد جد مناطق التزايد والتناقص ونقاط النهايات إن وجدت يعني راح يكون احتمال ماكو نهايات قلنا راح يكون احتمال تطلع نقطة حرجة تمام أو مرات أصلا ما تطلع عندي نهاية زين شنو خطوات الحل شو راح نسوي أنا أذكركم إنه الموضوع يتعامل ويا يا مشتقة ويا المشتقة الأولى خلي هاي ببالك يعني بس مشتقة أولى عندنا بهذا الموضوع مال النهايات ماشي أول خطوة نسويها نشتق الدالة هو مطيني دالة بس بالسؤال إحنا إيش راح نقول نشتق الدالة مشتقة أولى أكيد أول خطوة نسويها أنت مضبط قواعد الاشتقاق ليش أقول لك قواعد الاشتقاق بكل موضوع موجودة مشتقة أولى F فتحة للإكس كل زين خطوة الثانية هسا احنا هاي هو مطيني دالة اشتقيتها مشتقة أولى وراها شو نسوي؟ نصفر المشتقة نصفر المشتقة شنو يعني نصفر طلاب؟ نصفر بالرياضيات يعني نخلي صفر بدال الإف فتحة يعني شوف إف فتحة للإكس توخرها شو تخلي بدالها؟ تخلي بدالها صفر متفقين؟ نصفر المشتقة جيد ثلاثة نجد قيم X وحليد نصفرها حتى نطلع قيم X لاحظوا أنا قلت قيم احتمال مو بس قيمة واحدة طلع قيمتين كلش طبيعي أريدكم تركزون بالخطوة الرابعة الخطوة الرابعة أهم شيء اختصر لك الموضوع طلعت قيم X صغير تعرفها 8 لو 7 إذا 8 عظمى إذا 7 صغرى مو أو إذا هيك حرجة
هسه لازم وين نروح ناخذ قيم اكس بالخطوه الرابعه؟ نضع قيم اكس على خط الاعداد نختبرهم. نضع قيم اكس طلعناهم على خط الاعداد. انا خلي شويه اتوقف الخطوه الرابعه، اريد تعيدوا لي اول ثلاث خطوات. يلا سريع، نشتق مشتقه اولى للداله، نصفر المشتقه الاولى، خلي صفر بدال فتح الاكس، راح اكيد راح تطلع عندي اكس. طلعنا قيم اكس، هسه نجي شو نسوي؟ نقول نخلي قيم اكس على خط الاعداد. هاي شلون؟ اريدك تركز لي شويه. شوف، تخلي خط الاعداد اول شيء، هاي نقول طلعت وحده اكس وحده، اذا خلينا نفترض انه اكس وحده طلعت، تخليها بالنص. شوف لي بس شوي، ركز لي. شلون اطلع الاشاره اللي هنا والاشاره هنا؟ لان انا اريد اشوفها هي 8 لو 7، اذا 8 اقول له هاي نهايه عظمى لان يريد نوعها بالسؤال، اذا 7 اقول له صغرى، واذا كلهم موجب او كلهم سالب اقول له نقطه حرجه. هاي الجهه جهه اليسار، ناخذ رقم اصغر من اكس، اي رقم يعجبك. استاذ يعني كيفي بكيفك، مثلا الاكس هو 2، نقول الاكس 2 مثلا، نقول هاي الاكس 2. شنو اصغر من 2 تاخذ؟ علاوي اخذ 1، حمودي اخذ 0، اي رقم تاخذ، المهم اصغر من اكس، اوكي؟ زين، هذا الرقم اللي اخذته وش راح اسوي وراها؟ نروح نعوضه بالمشتقه الاولى، اختبار هذا. يعني راح تجيب هنا طبعا تكتب اف فتحه انت وتجيب الرقم اللي انت اخذته اللي هو اصغر من الاكس، نقول مثلا هنا 2، احنا بس هي مو 2 بس خلي امسح هاي 2، ترى هاي من قلبي يعني مو شرط 2، اي رقم. وين تعوضه هذا؟ تعوضه بالمشتقه الاولى. الاشاره تطلع اريدها، لو تطلع موجب لو سالب. طلعت موجب تكتب على خط هذا موجب 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 موجب، اوكي؟ طلعت لك سالب، طلعت لك سالب، تخلي هنا سالب 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 سالب. وصلت الفكره؟ انا اريد بس الاشاره. يعني طالب راح يقول استاذ يعني الناتج ما تريده؟ انا الناتج ما يهمني بشيء، اريد الاشاره تطلع، خليها على هذا الخط اللي هنا، اوكي؟ وطبعا اكيد اذا موجب ترسم سهم لفوق، سالب ترسم سهم لجوا. تجي على جهه اليمين شو تسوي؟ من جهه اليمين ناخذ رقم هنا اكبر من اكس، وهم اروح اعوضه وين؟ نعوضه بالمشتقه الاولى. نعوضه بالمشتقة الأولى، أوكي؟ يعني ترجع مرة ثانية تعوض بالمشتقة الأولى، وهم تطلع لي الإشارة تطلع لك لو موجب لو سالب، وتخليها هنا. طلعت الإشارات، راح ترسم التزايد والتناقص، تشوفها إذا 8 تقول عظمى، إذا 7 تقول صغرى. المهم أنت هسه عرفت النوع النهاية مالتك، عرفت نوع النهاية مالتك، زين؟ فهاي النهاية احنا عرفناها شنية، بس عندي مشكلة انه هي ما بيها واي، بس اكس موجود، واي ماكو، النهاية لازم تكون اكس وواي. اذا نروح على الخطوة الخامسة هسه، هاي طلاب كلش مهمة الحالة الرابعة، نروح على الخطوة الخامسة. خمسة، نقول هسه بس ناقصنا نطلع الواي، نجد قيمة الواي. شلون حطلع الواي؟ شلون حطلع الواي؟ طلاب خذوها قاعده، كل ما تريد الواي، انتم تعرفون اني بالحلقه الاولى قلت لكم ترى الاف للاكس هي نفسها واي، قاعد تذكروها؟ اذا الطالب ايش راح يسوي من يطلع واي؟ يقول نعوض اكس بالداله الاصليه مو المشتقه، لان الداله الاصليه شنو اسمها اللي منطيها بالسؤال؟ اسمها اف للاكس، واف للاكس هو نفسه واي. من اطلع اف للاكس معناته طلعت واي اني، فمن تريد واي دائما تعوض بالداله مال السؤال الاصليه اللي هي شنو اقصد بها مال السؤال المنطقي هذا السؤال. طلعت الواي تكتب الواي هنا ورا ما تطلعها، صارت النهايه اكس وواي، صارت النهايه شنو اكس وواي، خلصت طلعت للنهايه. اخر خطوه ستة، نقول له نكتب، هاي انا اعلمك عليها بالسؤال، نكتب مناطق التزايد والتناقص، كل السهله اعلمك عليها اني من ححل هسه السؤال، نكتب مناطق التزايد والتناقص. هاي الخطوات عدي لل شنو موضوع ايجاد
خطوات الحل مناطق التزايد والتناقص. زين طلاب اكتبوها يلا حتى ناخذ سؤال. حناخذ امثله على النهايات شلون نطلع النهايات ومناطق التزايد. شوفوا انتبهوا لي بعد السؤال شلون يجي. يقول جد مناطق التزايد والتناقص، هو التزايد والتناقص راسا مشتقه اولى، هذا الموضوع مشتقه اولى، ونقاط النهايات العظمى والصغرى ان وجدت، لان احتمال مرات ما تطلع عندي نهايات. انا سويت لك خطوات ذكرهن مو هاي كاتبهن انت هسه بورقه تمام كاتبهن وراح نردهن وحده وحده نسويهن. شو يعني حتى راح يعني شلون اقول لك اتأنى بهذا الموضوع، لان هذا الموضوع يعني هسه هذا شرح هذا السؤال تدرون هذا خطوه برسم الدوال. هسه ناخذ موضوع يجي عليه 10 درجات اسمه رسم الدوال بالحلقه الجايه مو بهاي الحلقه. هذا كله خطوه وحده. هاي الداله انطانيها يا الله سولفوا لنا اول خطوه شنو هي. اول خطوه نشتق الداله مشتقه اولى يلا سويه اكس تربيع تصير 2 اكس تعرفون هاي تنزل الاثنين اوكي وتنضرب بالاكس سالب 4 اكس سالب 4 اكس مشتقته سالب 4 فقط 3 مشتقته صفر ما نكتب صفر اوكي ورا ما نشتق هاي الخطوه الاولى ورا ما نشتق نصفر حول الاربعه خليها بطرف زين قسم هسه قسم على 2 ايش قد طلعت عندي الاكس الاكس طلعت عندي 2 انت هسه سويت 3 خطوات اذكرك بيها نشتق نصفر نجد قيم اكس اول 3 خطوات تمام هسه الخطوه الرابعه شنو نخلي الاكس على خط الاعداد وين تخلي الاكس تخليها بالنص مره ناخذ من هالجهه رقم اصغر من الاثنين ومره اكبر من الاثنين منو اصغر من الاثنين مثلا ناخذ 1 منو اكبر من الاثنين ناخذ 3 زين هذول وين حنوديهم الارقام مره نعوض الواحد بالمشتقه الاولى هاي المشتقه الاولى شوفوا طلعناها الاختبار عليها الاختبار عليها ومره نعوض الثلاثه همينا بالمشتقه الاولى يعني مرتين حنعوض مره نعوض الواحد ومره نعوض الثلاثه اخوان من نعوض الواحد الإشارة تطلع نخليها هنا من نعوض الثلاثة الإشارة تطلع نخليها هنا فنعوض الواحد أول شيء نوخر الإكس ونخلي 1 2 ناقص 4 الناتج طلع سالب 2 سالب 2 أنا ما أريد الرقم أريد الإشارة الإشارة شنو طلعت سالب تكتب على طول هذا سالب 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 يعني تناقص أوكي يعني شنو تناقص تيجي هسه على الثلاثة هتوخر الاكس وتخلي 3 بداله 2 في 3 ناقص 4 2 في 3 6 ناقص 4 موجب 2 انا ما اريد الناس اريد الاشاره الاشاره موجب تخلي موجب هنا يعني تزايد النهايه طلعت شو تقول حمودي 7 لو 8 بالعربي 7 بالعربي نهايه صغرى محليه هاي اللي هي الاكس مالتها 2 بس بدون واي هاي نقول له يابا ترى هاي النهايه الصغرى محلي اختصار نهاية صغرى محلي بس ما يصير النهاية بدون واي ناقصة واي اي شلون نطلع الواي مالتها الخطوة الخامسة شلون نطلع قيمة الواي نعوض الاكس بالدالة الاصلية هسه وصلنا للخطوة عفوا وصلنا للخطوة شنو الخامسة حنعوض الاكس هذا وين حنعوضه بالدالة الاصلية حتى نطلع الواي اكو فرق اريد الطالب يعرفه انه بالاختبار نعوض بالمشتقه من نريد نطلع الاشارات نعوض بالمشتقه من نريد نطلع الواي نعوض بالداله الاصليه فراح اجي اعوض الاثنين بالداله الاصليه شكو اكس راح اخلي بداله 2 اوكي 2 تربيع ناقص 4 في 2 زائد 3 2 تربيع 4 ناقص 8 زائد 3 زين 4 ناقص 8 سالب 4 زائد 3 إشارة الكبير ونطرح سالب 1 هذا الواي هذا منو طلعناه الواي تكتب هنا سالب 1 خلصنا النهاية طلعناها ظلت عندنا آخر خطوة نكتب مناطق التزايد ومناطق التناقص كل السهلة وحلوة شوف شلون تكتب مناطق التزايد شلون نكتب مناطق التزايد هاي طبعا طلاب يعانون منها راح أعلمهم طريقة مؤملية
وشون يكتب مناطق التناقص. شوف اول شيء اذا تريد تكتب اي مناطق تزايد او تناقص، انت اول شيء تسوي تفتح جروب مال مجموعه حل بهالشكل. شنو جروب؟ جروب شنو اقصد؟ قوس. تفتح قوس مال مجموعه حل. زين المهم شو تسوي بالقوس؟ تخلي اكس نقطتين اكس. شنو يعني؟ يعني اكس حيث اكس، هاي لازم تسويها حتى بالتناقص. باوع هاي نفس الشيء، تخلي هذا القوس اول شيء اكس نقطتين اكس، خلصنا منها. تروح على الرسم، اول شيء خلينا نجي على التزايد. وين التزايد صاير؟ باليمين لو باليسار؟ باليمين، الزائد هو التزايد. تاخذ السهم مالته، السهم هيك نفسه تبوقه بابا، تاخذه نفسه خليه هنا بكته نفسه. شوف اكبر منين من الاكس مو هاي مالك بها، هاي مالك بها، اكبر من الاثنين. تروح لي على التناقص، تناقص من يا جهه صاير من جهه اليسار، اخذ السهم مالته، اخذ السهم مالته نفسه نزله هنا. زين حبيبي شلونك صار؟ اك سلام هلا استاذ. اصغر منين؟ اصغر من الاثنين. خلاص السؤال هاي بهالبساطه، تاخذ العلامات وتخلي اكبر اصغر من اثنين، كلش بسيط. يعني اكبر اصغر تقدر تاخذها من السؤال. هذا السؤال طبعا هو اكيد بالوزاري ما يجيني هيك سؤال نصا طبعا، هذا يجيني خطوه ضمن موضوع اسمه رسم الدوال. اوكي فطلعنا على الخطوات مالته. خلينا ناخذ بعد مثال لاخ نتقوى به اكثر. طبعا انا ما كتبت السؤال، هو نفسه همده يقول شنو جد مناطق التزايد والتناقص ونقاط النهايات ان وجدت. انت المفروض هسه بعد انت تحله زين، لان ساني سويت لك خطوات حل، انت على الخطوات تحله. يلا خلي سويه. اول خطوه شنو هي؟ نشتق الداله، مشتقه اولى. الاكس تكعيب شلون نشتقها؟ الثلاثه تنزل تنضرب ونطرحها من الاس واحد، يصير 3 اكس اس 2 سالب 9 اكس، تاخذ بس المعامل مالته بدون اكس، يعني سالب 9. زين هذا شنو مشتقته؟ 2 في 3 6 اكس. اوكي اشتقينا مشتقه اولى، بعدها شنو نسوي؟ هسه الخطوه الاولى، الخطوه اللي بعدها نصفر المشتقه الاولى بهذه الطريقه. إذا تلاحظ كلهم يقبلون القسمة على ثلاثة. دائما بالرياضيات بسط حتى يصير الحل عليك أسهل، هو مو إجباري بس أنت مثلا هذا يقبل على ثلاثة، هذا يقبل على ثلاثة، هذا يقبل على ثلاثة. إذا أصغرها للمعادلة تصير أسهل عليك. فباو عليه لو حنقسم على ثلاثة، هاي الثلاثة تروح يبقى بس إكس تربيع. التسعة تصير ثلاثة، الستة تقسيم ثلاثة يصير اثنين. تلاحظ هي تجربة بس أنا أقول لك مخربطة المعادلة، لازم ترتبها. شلون؟ تخلي الاكس تربيع اول شيء، بعدين تجيب الاثنين اكس بالنص، بعدين تخلي الرقم بالاخير. هاي يا طلاب تجربه، هتفتح قوسين. شو تقول بالتجربه؟ نجي على اول رقم واخر رقم. اكس تربيع منين جاي؟ جاي من اكس في اكس. ثلاثه منين جاي؟ اكيد من ثلاثه في واحد. الاشاره الاولى تنزلها نفسها، الموجب ينزل نفسه. موجب في السالب، سالب كم قيمة الاكس راح تطلع عندي؟ قيمتين الاكس، اما او اما اكس زائد ثلاثة يساوي صفر، او اكس ناقص واحد يساوي صفر. اول احتمال راح تطلع عندك الاكس، طبعا تنقل الثلاثة، انت تطلع عندك الاكس سالب ثلاثة، هنا تنقل السالب واحد تطلع الاكس موجب واحد. هنا انتبه طلعت عندك قيمتين الاكس، معناتها طلعت حتطلع عندك نهايتين. انتبه لي على الرسم راح يختلف عندك شويه. باولي ايش راح تسوي هسه؟ ترجع تخليهم على خط الاعداد، شوي كبر خط الاعداد. بما انه هم اثنين فراح تخلي هنا سهم وهنا سهم، يعني رقمين، تكتب من الصغير للكبير. هم طلع سالب 3 و1، من يكتب اول شيء؟ اكيد السالب 3 بالبدايه، يعني هو الصغير، بعدين اكبر من سالب 1 اللي هو الواحد. طلاب راح اعلمكم طريقه حلوه وسهله هنا، هاي من عندي لكم. انت هسه ايش راح تفكر؟ تقول اهو لازم اخذ رقم اصغر من سالب 3 واكبر والنوبه هنا ثلاث مرات، وما بالك ثلاث مرات حتعوض وطلع مال اشاره؟ لا. من تطلع عندك قيمتين الاكس، اريد منك شغله واحده،
انه بس تطلع لي اول اشاره وتقوم انت تعكس البقيات. شلون يعني؟ يعني فرضا انت بس انا اريد منك بس تطلع اول وحده، تعب روحك بس باول وحده. فرضا هاي طلعتها موجب. بعد ما تحتاج البقيه انت تقوم تقلب وحده عكس اللخ. يعني هسه هذا موجب وراء سالب وراء موجب. ايش يصير؟ موجب سالب موجب. فانت شنو؟ بس تطلع اول وحده او بالعكس مثلا، بالعكس مثلا نقول اول وحده طلعتها سالب انت. تحتاج تطلع البقيه؟ ما تحتاج تطلع البقيه. لان حيصير وحده عكس اللخ، يعني السالب شنو وراء تقول؟ موجب. موجب شنو وراء؟ سالب. اذا نكتب ملاحظه انه من تطلع عندي قيمتين الاكس نطلع بس اول اشاره ونعكس البقيه، احنا نقلب البقيه من عندنا. يعني اذا طلع اول وحده موجب اقوم هاي ما يحتاج انا وراء، بين هاي موجب سالب موجب. اذا سالب سالب موجب سالب، اوكي؟ فانا اريد منك تاخذ رقم اصغر من سالب 3 من وراء سالب 4. رقم اصغر من سالب 3 سالب 4. وين تعوض السالب 4؟ بالمشتقه الاولى. دائما الاختبار بالمشتقه الاولى. زين، هاي تعتني بها كلش لان اذا تغلط بيها كل البقيه يطلعون غلط عندك. 3 في سالب 4 تربيع ناقص 9 تنزل زائد 6 في سالب 4. طبعا سالب 4 تربيع السالب يروح، 4 تربيع هي 4 في 4 16. زين سالب 9 تنزل. انتبه هنا هتضرب سالب في موجب، سالب في الموجب سالب، 4 في 6 24. زين 3 في 16، 3 في 6 8 وبيد 1، 3 في 1 3 و1 48. هسه تجي تطرح على كيفك. 48 ناقص 9 39 ناقص 24. طبعا انت تقول انا هذين ما اقدر اطلعها شفوي، طبعا عادي حتى لو طالب سادس انت لا تستحي سويها هاي بهالشكل. انت مرات تجي مستعجل تكتب الرقم غلط وتلاقي صدك. زين 9 ناقص 4 5 3 15. هسه استاذ انا شو اسوي؟ انا كله ما اريده، اريد الاشاره. الاشاره موجب، اهم شيء الاشاره، رقم ما اريده. الاشاره موجب. اذا الورا حيكون سالب، الورا راح يكون موجب. شوف البقيه انا اعرفها، تزايد تناقص تزايد. كم نهايه عندي هنا؟ عندي نهايتين هنا. اول نهايه ام السالب 3، اول نهايه ام السالب 3، وثاني نهايه ام الواحد. ايش قال لك استاذ مؤمل؟ قال لك حبيبي النهايه اذا رقم 8 بالعربي نسميها عظمى، اذا 8 بالعربي عظمى، اذا 7 بالعربي صغرى. هسه هاي رقم، هاي 8 بالعربي، تخيلها جبل، قمه ما جبل، هي عظمى عظيمه، فنسميها شنو هاي؟ اذا رقم 8 نهايه عظمى محليه، اختصار نهايه عظمى محليه. هاي رقم بالعربي، رقم 7 قلت لك تخيل وادي ما جبل بالقاع صاير، نهايه صغرى محليه. بس النهايات اثنيناتن ما بيهن وايات، ما يصير بالرياضيات نهاية ما بيها واي، لأن النهاية هي اكس واي. إذا الخطوة الخامسة وصلنا إنه نطلع الوايات. كم واي عندي لازم أطلع؟ الواي مال سالب 3 والواي مال 1. حتقول لي أنت شلون نطلع الواي؟ شلون نطلع الواي هسه بالخطوة الخامسة؟ بالخطوات اللي كتبت لك إياها. يلا يا معود. زين. أي عافية، شلون نطلع مثل ما تقول؟ نعوض الاكس بالداله الاصليه، يا هي الاصليه مال السؤال. اللي ترى على فكره الاف للاكس هي نفسها واي، نفس الاسم. فانت من تريد واي تطلع واي تعوض بالداله مال السؤال الاصليه. راح نطلع الواي مال سالب 3 وحنطلع الواي مال 1، يعني مرتين نعوض. اول مره نعوض سالب 3. بس ركز لي بهاي. اكو طلاب وين يخربطون؟ يخربط شو وقت يعوض بالاصليه وشو وقت يعوض بالمشتقه. من تريد تطلع واي هاي ثابته خذها مني، من تريد تطلع واي بكل مكان تعوض بالاصليه اللي هي مع السؤال، اوكي؟ بس بالاختبار لا، بالمشتقه. انتبه، الاختبار اللي نطلع منه الاشارات بالمشتقه نعوض، لكن من نريد نطلع الوايات نعوض بالداله الاصليه اللي يقصد بها مع السؤال اللي نطيها بالسؤال، اوكي؟ شو راح تعوض؟ توخر كل اكس تخلي سالب 3 بداله. تعال هسه هذا يروح الاكس يصير سالب 3، بس دير بالك شوكو فوقه تكعيب، خلي تكعيب. تجي ناقص 9 نزلها، توخر هذا الاكس تخلي سالب 3، الثلاثة نزلها، انت بدك توخر الاكس بس، وخر هذا الاكس خلي سالب 3 تربيع. شوف انت لا تختصر اي شيء ترى تغلط.
يلا نجي نفك التكعيب. السالب أنا منطقيها ملاحظة، إذا الأس فردي السالب يبقى. هسا هذا فردي لو زوجي فردي السالب يبقى. ثلاثة تكعيب مو تقول لي تسعة، هي مو ثلاثة في ثلاثة، أس هذا يعني ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة في ثلاثة 27. تعال هسا أضرب سالب في السالب موجب، تسعة في ثلاثة 27. أول شيء ما يصير تضرب الثلاثة بالهالين، هذا أكو تربيع، تفك التربيع يلا تضرب نزل الثلاثة. هنا السالب راح يروح لأن زوجي، قلت لك إذا زوجي يروح أوكي يروح يصير موجب. ثلاثة أس اثنين يعني ثلاثة في ثلاثة، إيش قلت ثلاثة في ثلاثة تسعة، كلها 27 طلعت ما شاء الله. ها سالب 27 موجب 27 صفر، إشارات مختلفة نطرح صفر يطلع. شو ظل عندي؟ 3 في 9 موجب 27، هذا منو طلعت أنا؟ طلعت الواي مال أول واحد موجب 27. هسه تعوض الواحد حتى نطلع الواي مال واحد، وخلص السؤال بس أطلع الوايات مالته. تجي نطلع هسه نعوض الواحد هم بالدالة الأصلية، شكو X نخلي واحد بدالة، واحد تكعيب ناقص 9 في 1 زائد 3 في 1 تربيع. اكو شغله حلوه بالواحد، انه الواحد انا كي قايل لكم اشرف رقم بالعالم، لان ضربه باي رقم يعطيك نفسه، ضربه ب 9 يعطيك 9. شوف هاي واحد تكعيب هو واحد، لو اس مليون واحد، ليش؟ لان واحد في واحد في واحد في واحد يضل واحد، لو اساسا خلينا 3000 هم يبقى واحد، زين؟ ما لكم دخل بالاس مال واحد. قلت لك الواحد باي رقم ضربه يعطيك نفسه، زين؟ تعال هسه، واحد تربيع هو واحد في 3 3. واحد ناقص 9 سالب 8 زائد 3 ايش قاعد يطلع عندك اشاره الكبير وتطرح سالب 5. هاي سالب 5 تخليها هنا، انت هسه اخذت تقريبا درجه كامله وطلعت لي النهايه. تدري انت هاي كلها خطوه واحده بسؤال راح ناخذه ان شاء الله، هاي يعني بالوزاري. وقت اخر شغله السهله انه تكتب مناطق التزايد ومناطق التناقص. شلون نطلع مناطق التزايد ومناطق التناقص؟ اوكي انا يمكن علمتك انه هاي نبوقها من الرسم، ما نتعب نفسنا نروح على الرسم. وين عندي تزايد انا بالرسم؟ من جهه اليسار ومن جهه التزايد هو الزائد، يعني من هاي الجهه ومن هاي الجهه عندي. اوكي معناته راح نفتح قوسين تزايد، يعني عندنا اثنين، هذا واحد وهذا واحد. زين اول شيء ايش اريدك تسوي؟ تحط اكس نقطتين اكس، شغلة علمية يعني x حيث x، لنعرف المتغير. مرتين راح اخلي عندنا مرتين. بما انه انا عندي تزايد من جهتين فخليني نجي على اول قوس. باوع شلون تاخذ الاكبر والاصغر؟ هاي طلاب اغلبية يغلطون بيها. انا من شنو الطالب سادس ابوقها من نانا. باوع هسه هذا تزايد صح؟ شوف السهم هذا مالته شلون صاير هيجي بوقه نفسه. ها بوقه نفسه بعد راح اخلينا اكبر اصغر منين؟ من سالب 3. خلصت اول واحد. بعد عندي تزايد منه هم زائد هم ابوقه منه بابا. نفس ابوقه ما تعب روحي. اكبر منين؟ اكبر من الواحد. خلصت. بقت التناقص، التناقص صاير بالنص، هذا التناقص. هذا ما ينكتب مثل ذولا. اذا اكتب ملاحظه، اذا اكتبها ملاحظه. اذا طلع بالنص تزايد او تناقص نسوي فتره مفتوحه. ما نخليها أقواس، يعني نقول فترة مفتوحة من سالب 3 ل 1، ما نتعب نفسنا. من سالب 3 ل 1. هاي بس من يطلع لك بالنص يعني بين قيمتين اكس، تسوي فترة مفتوحة، أما إذا على الأطراف تسوي هاي مال أقواس اللي مبوقة من هنا. خلاص السؤال هذا أو أنا تقصرت يعني تأخر بيه لأن هذا مهم شوية. عندنا هسه موضوع لا خلصنا النهاية، النهايات العظمى والصغرى ومناطق التزايد، هسه عندنا موضوع يشبه ذاك بس مشتقة ثانية. شنو اسمه؟ مناطق التقعر والتحدب ونقاط الانقلاب. من تسمع تقعر وتحدب أو نقاط انقلاب إذا تقول هذا الموضوع يتعامل مع المشتقة الثانية. ذاك يا مشتقة كان، ذاك كان مشتقة أولى، هذا مشتقة ثانية، هذا يا مشتقة ثانية، يعني هنا كله راح نعتمد على المشتقة الثانية. أوكي نهايات لا مشتقة أولى، انقلاب وتقعر وتحدب مشتقة ثانية. هاي هم تعتبر خطوة بموضوع رسم الدوال، بس هاي الخطوة السادسة. ليش كانت الخطوة الخامسة؟ هاي الخطوة السادسة.
يشبه ذاك. شلون هسه انا اقول لك شلون. انت عندك تقعر وتحدم هنا مو تزايد وتناقص. انتبه اذا طلع عندي زائد ايش راح نقول، واذا طلع عندي ناقص ايش راح نقول. هسه تقول استاذ ها تناقص تزايد ذاك خلص الموضوع، بعد ماكو تناقص تزايد هنا غير تسميات. عيني اذا طلع عندك موجب شو اقول للطالب اني؟ اقول له الانسان الموجب ايجابي يكون فرحان، فشكله يكون تقعر هيك الرسم مال واحد مبتسم، هاي مو ابتسامه هذا تقعر. شلون الحفره اللي بيها فلوس بيها كنز. فاني انت ايجابي هسه انت طبعا طالب سادس اكيد مو متقعر، هسه هذا التقعر زائد من يصير عندك زائد ترسمه بهالشكل، واحد دا يضحك واحد فاك حلقه زين دا يضحك فرحان هاي سنونه هنا زين نسميه تقعر. شو نسميه؟ تقعر. بس من انت طالب سادس انت سالب سلبي لا تبكي اكيد تلطم، فهذا يسموه تحدب. شوف حزين احنا مو نرسم ايش حزين، هذا حزين ساد زين. فاذا السالب تحدب هيك الرسم مال واحد ضايج، اشاره السالب يعني واحد ضايج اوكي دا يبكي تحدب ظهره محدب اوكي احنا نقول على مرض يعني شكل التحدب هيك يكون بهذا الشكل. ف عندنا شغلتين تقعر وتحدب هنا، الموجب تقعر السالب تحدب. نجي على نقاط الانقلاب. شنو نقاط الانقلاب؟ شو وقت تطلع عندي نقطة انقلاب؟ كنا قبل النهايات نقول نهاية عظمى وصغرى وحرجة، هنا هي بس اسمها اسم واحد هي اسمها انقلاب. شو وقت تطلع عندي نقطة انقلاب؟ شو وقت نقول عندنا نقطة انقلاب؟ بحالتين. شوف انت نقطة الانقلاب لازم اكو اشارتين مختلفات، يعني مثلا بدأت بموجب، موجب شنو قلنا تقعر يضحك، بهاي الاكس انقلب صار سالب اي، اذا هنا تقول اكو نقطة انقلاب. هاي النقطة الاكس والواي نسميها نقطة انقلاب لان انقلب الشكل من تقعر الى تحدب نقطة انقلاب. او بالعكس تبدي بسالب ممكن بعدين موجب، سالب تحدب وبعدين موجب هم نسميها نقطة انقلاب اللي هنا. اذا نقطة الانقلاب شو وقت تطلع عندك؟ لما الاشارات تكون مختلفة، موجب بسالب او سالب بموجب اوكي، هاي نسميها نقطة شنو؟ انقلاب. اذا كلها موجب او كلها سالب لا مو نقطة انقلاب، ما تسمى نقطة انقلاب اوكي طلاب. خطوات الحل مالته، خطوات الحل مالته تشبه خطوات الحل مال النهايات كلش تشبه، حتى ما راح اتعبيها هسه. شوفوا هو على فكره سؤال وايد طلاب يسالوني شلون نعرف هو يريد تقعر وتحدب او يريد نهايات. طبعا هو قلت لكم ما يجي سؤال عليه بالوزاري بهاي الطريقه، بس انه اذا يريد يجيبه حيذكر هو راح يقول جد مناطق التقعر والتحدب يعني مشتقه ثانيه، بينما اذا نهايات يقول جد مناطق التزايد والتناقص مشتقه اولى. خطوات الحل مالته تشبه الخطوات الحل مال النهايات. شلون؟ باو اول خطوه على فكره هو ينطيك بس داله بالسؤال، بس داله بالسؤال ينطيك كل شيء ما ينطيك غيره، يقول لك اريد التقعر والتحدب ونقاط النهايات. تيجي انت اول خطوه، اول خطوه نقول نشتق الداله مشتقه اولى. استاذ بس انت قلت مشتقه ثانيه هذا الموضوع، اي حبيبي انت شلون تطفر للمشتقه الثانيه؟ غير اول شيء اولى بعدين ثانيه؟ كنا قبل نصفر بالنهايات، هنا ما راح نصفر، نرجع شو نقول بالخطوه اللي وراها؟ نرجع النوب ونشتق الداله، عفوا نشتق المشتقه الاولى، بعد مشتقه يعني نشتق مشتقه ثانيه، نطلع اف فتحتين للاكس. اوكي، الخطوه الثالثه هسه راح نصفر المشتقة الثانية، نصفر المشتقة الثانية يعني شنو؟ يعني الأف تحتين أوخرها خلي صفر. ذاك الموضوع كنا نصفر المشتقة الأولى، هنا نصفر المشتقة الثانية، هنا كل الشغل على المشتقة الثانية بعد. أوكي نجد قيم إكس مثل ما كنا قبل، نجد قيم x 5
ورا ما طلعنا قيم اكس ايش راح نسوي هسه؟ نفس قبل شويه يعني نفس ذاك الموضوع انه نخلي قيم اكس على خط الاعداد حتى نعرف شنو يا هو الموجب ويا هو السالب. نقول نضع نختبر قيم اكس على خط الاعداد بهاي الطريقه عليه. تخلي خط الاعداد وتخلي هنا اكس من هاي الجهه ناخذ رقم اصغر من اكس. رقم اصغر من اكس وين نعوضه؟ كنا نعوض بالاف فتحه. هنا راح نعوض بالاف تحتين. نعوض وين؟ بالاف تحتين. من هاي الجهه ناخذ رقم اكبر من اكس ونعوضه بالاف تحتين. نعوضه بالمشتقه الثانيه كلها بعد عن المشتقه الثانيه. راح تطلع لك هنا ممكن نقطة اسمها نقطة انقلاب بس ما بيها واي بس اكس. خطوة الساسة شلون نطلع الواي؟ والله احكوا لي هناك كنا شلون نطلع واي؟ قلنا شلون نجد واي؟ اكيد نعوض بالدالة الاصلية. نعوض الاكس هاي دائما تعلموها. وين نعوض الاكس؟ بالدالة الاصلية ما السؤال. هاي ثابتة اللي هي اف للاكس. طلعت الواي تكتب الواي هنا صارت نقطة انقلاب. نقطة شنو هاي؟ انقلاب. اوكي اذا كانت موجوده. اخر شيء سبعه نكتب مناطق التقعر والتحدب ومثل ما علمتكم مال اقواس مال الكلاوات. اوكي والتحدب هاي سهله بالسؤال راح تفهموها اصلا علمتكم عليها بالنهايات. سبع خطوات لنقاط الانقلاب وهي تشبه ذاك الموضوع. هسه راح نجي ناخذ مثال على هاي. اوكي عندنا هذا المثال وعندنا هذا المثال. اوكي عفوا يلا طلاب. جد نقاط الانقلاب ان وجدت ومناطق التقعر والتحدب للدوال الاتيه. يلا نجي هسه هاي اول خطوه نقول نشتق اول شيء مشتقه اولى 3 في اكس 3 اكس تربيع. نوبه نشتق مشتقه ثانيه هسه 2 في 3 6 اكس. هسه نصفر المشتقة الثانية على الخطوات ونجد قيم اكس اكيد نقسم على 6 طلعت عندي الاكس 0 على 6 0 اذا الاكس طلعت 0. وين نخلي الاكس هسه؟ على خط الاعداد. مرة ناخذ رقم اصغر من 0 من بالك مثلا سالب 1 ومرة ناخذ رقم اكبر من 0 اللي هو 1. حنعوض السالب 1 بالافة تحتين وحنعوض الواحد بالافة تحتين كله بالمشتقة الثانية. اوكي اول شيء سالب واحد يلا 6 في سالب واحد سالب 6 اخذ لي الاشاره طلعت سالب اكتب سالب هنا تحدب يبكي بس نعوض الواحد بالمشتقه الثانيه 6 في واحد موجب 6 الاشاره اخذ لي موجب تقعر. اذا اكو نقطه انقلاب اي نعم اكو نقطه انقلاب الاكس مالتها صفر بس بدون واي هاي نقول لها نقطه شنو انقلاب. الواي شلون نطلعها يلا طلاب على الخطوه مالتنا؟ نعوض الاكس وين هسه؟ بالداله الاصليه. بالداله الاصليه تطلع عندي يلا نوخر الاكس نخلي صفر صفر تكعيب صفر صفر بصفر هذا الواي طبعا طلعت نقطه الانقلاب. اخر شيء نكتب مناطق التقعر والتحدب مثل ما علمتك الطريقه السهله والحلوه. شلون تكتب مناطق التقعر؟ شنو التقعر؟ خلينا نكتب هذا التقعر وهنا نكتب مناطق التحدب. نرسم اول شيء نخلي هاي الاقواس اتفقنا عليها. اخلي اكس نقطتين اكس كل سهله. طبعا هنا نفس الشيء اكس نقطتين اكس. نجي على الرسم وين التقعر؟ يمين لو يسار؟ يمين. شنو السهم مالته؟ مبوقه نفسه خليه نفسه. اكبر منين؟ من صفر. هاي ما عليك بهذا هذا ما عليك به تاخذ هذا. اوكي نجي هسه التحدب هذا السهم مالته هيك صاير اصغر منين؟ من صفر. اصغر منين؟ من صفر. خلص السؤال يشبه ذاك ترى تلاحظون حتى ما تعبنا به. هو طبعا هذا اكثر شيء يجيك قلت لك برسم الدوال هذا خطوه كامله في رسم الدوال. يلا ناخذ بعد مثال حتى تضبطون التقعر والتحدب نفس المطالب يريد مناطق التقعر والتحدب ونقاط الانقلاب ان وجدت. اول خطوه نشتق مشتقه اولى 6 اكس
هاي شو تصير؟ 3 اكس تربيع نوبل. مشتقة هسه مشتقة ثانية. شنو مشتقة ال 6 اكس 6 فقط؟ هذا 2 في 3 6 اكس. صفر المشتقة الثانية. نجد قيم x ننقل 6 x يصير موجب قسم على 6 6 على 6 1. وين اخلي هسه هذا x على خط الاعداد؟ راح اخليكم انتم تكملون حل مالته. يلا كملوا لي حل انتم. مره اخذ اصغر صفر ومره اخذ 2 وعوض بالمشتقة الثانية وكمل لي الحل. طلع لي نقطة انقلاب وطلع باقي التفاصيل وسهل كلش ان شاء الله. زين طلاب، هذا بالنسبه لهذا الموضوعين اللي هن النهايات العظمى اخذنا واخذنا النقاط الانقلاب والتقعر. طلاب هسه ايش راح اسوي؟ راح اخذ لك بالبدايه سؤال يربط الفصل الثاني القطوع بهذا الموضوع، وبعدها ان شاء الله راح ناخذ موضوع ايضا عندنا بالفصل الثالث. طلاب عندنا سؤال مهم كلش واني ارشحه بالوزاري. الأسئلة اللي تربط فصلين كلش مهمة. هذا السؤال يربط الانقلاب اللي هو اللي أخذناها ستونة المشتقة الثانية ويا الفصل الثاني القطوع المخروطية. هاي شنو هاي؟ اي اكو أسئلة تربط فصلين. هاي حتى العام جابوا سؤال بالدور الأول خارجي وجديد ربطوا بين المساحات وإيجاد الثوابت. اوكي، فقاموا هاي السنوات الأخيرة يجيبون فصلين السؤال واحد، فهذا دير بالك من عنده. وعلى فكره هو وزاري حتى خاف واحد يقول. اوكي، هاي طبعا هاي الاف للاكس ما نازله جوا، هاي الداله هي. اوكي، هاي اف للاكس هاي الداله مالتها. المهم شنو مطلب السؤال؟ يقول لي جد معادله القطع الناقص. اللي شايف الفيديوهات مالتي مال الفصل الثاني كنت اقول له من يريد منك معادله لازم تطلع شغلتين، اي تربيع وبي تربيع. حلو، اوكي سهله. ايش بيه هذا القطع الناقص؟ اي بؤرتي طبعا الراء رايحه، احدى بؤرتي هي نقطه انقلاب المنحني. ها البؤره مالته اللي هي السي اللي هي الاف نفسها، السي والاف نفس الشيء، هي نقطه انقلاب. نقطه انقلاب يا مشتقه يعني، يعني اف تحتين. استونا تعلمنا شلون نطلعها، يعني خلينا نعيدها. شلون نطلع نقطه انقلاب؟ بالله وياي مشتقه اولى مشتقه ثانيه صفر طلع عكس خط طلع واي، ورغم طلع عكس خليه على خط الاعداد. اي وشنو وراح نطلع الواي. هي النقطة انقلاب هي عبارة عن اكس وواي. اوكي، بس نطلعها من المشتقة الثانية. اذا هسه هذا الفصل الثالث. الدالة طبعا هي صايرة غلط، هاي الدالة. اوكي، اللي هي اكس زائد واحد في اكس ناقص واحد تربيع. طول محورها الكبير، هاي سهلة. طول محورها الكبير بالفصل الثاني كنا نعرف التو اي، يعني التو اي 12. هسه هاي تمام خلصنا قراءة السؤال. الطالب بالبداية خليه يبلش فصل ثالث. بس باولي ابدي فصل ثالث اول شيء. يعني شنو قصدي؟ انه طلع نقطة الانقلاب، ورا ما طلع نقطة انقلاب تقول له هاي تصير بؤرة، لأن هو ايش قال على البؤرة؟ قال البؤرة هي نقطة انقلاب. زين ورا اروح للقطع الناقص على كيفك، يعني ورا اروح على الفصل الثاني. فأنت هاي اللي تكتبها، يعني هاي اللي تكتبها، أوكي؟ بس أقول لك انه ابدي فصل ثالث. خلي أكتب الدالة من جديد. شوف اكو طالب يقول يلا راسا نبلش بالخطوات، نشتق مشتقه اولى بعدين مشتقه ثانيه وبعدين يصفر وهي. لكن هنا الداله شويه اذا اشتقها شويه اشتقاقها صعب. اذا اشتقها على هاي الوضعيه فهي ضرب دالتين. واني بصراحه ما افضل نسوي ضرب دالتين، افضل شنو؟ انه نسوي لها تبسيط بالبدايه بعدين نشتقها. يعني شنو؟ يعني ما نشتق بالبدايه، نبسطها، بقيها اف للاكس. شلون نبسطها طبعا؟ هذا نقدر نفكه مربع حدانيه. هذا ينزل نفسه طبعا. مربع حدانية اللي هو مربع الأول إشارة الوسط أول في الثاني في اثنين زائد مربع الأخير. نوبة شو نسوي وراها؟ نسوي توزيع الإكس نضربه ثلاث مرات. هاي كلها تبسيط. ورا ما أضرب الإكس أضرب الاثنين ثلاث مرات. أوكي، حتى بعدين الإشتقاق يصير أسهل. فاكتب هنا انتبه إنه الطالب خليه يبسط الدالة بعدين يشتقها بعدين يسوي الخطوات. إيش راح يصير عنده الإف للإكس؟ x في x تربيع عند الضرب تجمع الاسس x تكعيب. x في سالب 2 x سالب 2 x تربيع. نجي على الاثنين، لا بعد عدي اخر شيء نسيت اضربه. x في 1 1 x. نجي على الاثنين هسه،
2 في اكس تربيع 2 اكس تربيع 2 في سالب 2 اكس سالب 4 اكس 2 في 1 موجب 2. عندك هاي ال 2 اكس تربيع تروح ويا هاي ال 2 اكس تربيع يعني صفر يطلع. زين عندك هذا ال 1 اكس راح ينطرح ويا ال 4 اكس. هسه اكس تكعيب تبقى بمكانها. عيني اشارات مختلفة، اشارة الكبير ونطرح 4 ناقص 1 3 اكس. اما الرقم ينزل نفسه، شوف الدالة هاي اللي تعتمد عليها. هاي اسهل الك. يعني هسه من هنا نقول يلا نروح شو نسوي؟ نشتق مرتين. نشتق اول شيء مشتقة اولى. كل على هاي الدالة بعد نمشي. مشتقة اولى شنو مشتقة الاكس تكعيب 3 اكس تربيع ناقص 3. النوبة نشتق مشتقة ثانية. نقاط الانقلاب طلاب تعرفون انتوا بعد. النوبة شو نشتق؟ مشتقة ثانية. هاي 2 في 3 6 اكس. لو بنصفر ونطلع الاكس قسم على 6 الاكس طلع صفر. شو طلع الواي؟ اعوض الاكس بالداله الاصليه. انت كيفك تريد قبل التبسيط لو بعد التبسيط؟ بعد التبسيط احسن. هاي الاصليه اللي بعد التبسيط. اوكي حتى نطلع الواي صفر تكعيب 3. طبعا شكو اكس راح اخلي صفر بداله. 3 في 0 2. هذا يروح هذا يروح الواي طلعت 2. طلعت عندي اكس واي صارت شنو نقطة الانقلاب هسه عندي؟ دقيقة خليها صفر. شوف هسه نقطة الانقلاب طلعت عندي 0 ب 2 0 ب 2 هاي نقطة الانقلاب. ايش قال ابو السؤال؟ قال يابا هاي هسه انت شو سويت؟ خط تكتب هنا قطع ناقص. ابو السؤال قال لك عيني من تطلع نقطة انقلاب هاي تصير بؤرة. هو قال بالسؤال ارجع شوف 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 احدى بؤرتي هي نقطة انقلاب. يعني شنو؟ يعني هاي اللي طلعناها صفر باثنين هاي تمثل شنو؟ هاي صفر باثنين احدى بؤرتي. بهاي الحالة الطالب حيعرف انه البؤرة على الصادات اول شيء، وحيعرف انه السي اثنين سي تربيع اربعة. احنا نريد اي تربيع وبي تربيع لازم بعد ينطيني معلومه. ايش قايل لي هو؟ قايل لي طول المحور الكبير 2 اي 12. ال 2 اي منطيني 12. ال 2 اي منطيني 12. حلو راح تطلع الاي قسم على 2 الاي 6 اربع الاي 36. هذا اول شيء احتاجه طلعناه. من السايبه نطلع البي تربيع ونحل السؤال اللطيف. اوكي سي تربيع 4 بقناها من الفصل الثالث، اي تربيع 36 هو مطيني اياها. اجيب البي تربيع منه اودي الاربعه منه. البي تربيع راح تطلع 36 ناقص 4 بي تربيع 32 ونكتب المعادله على محور الصادات. على محور الصادات يعني شلون؟ بس دقيقه خل افهمكم اذكركم. يعني الاي راح يصير جوه 36 جوه يعني على الصادات، والبي يصير على الاكس. مصحح تاري باو على هاي المعادلة، إذا صحيح ينطيك 10 من 10. وهذا السؤال يربط الفصل الثاني بمن؟ بالنقاط الانقلاب. يربط الفصل الثاني بنقاط الانقلاب. حنزله لك شوية حتى تطق له صورة. أوكي؟ زين. خلصنا هذا الموضوع إن نقاط الانقلاب وهذا يربط الفصل الثاني به. عندنا هسه موضوع جديد ومهم. قبل ما طبعا هذا آخر شيء وراح نطب موضوع اسمه إيجاد الثوابت. إيجاد الثوابت 10 درجات ثابتة. هذا موضوع صغير وحلو. شكرا. اي ها هي مهندس حتى شنو صار الشرح اطول. زين ما يعرفون راني اقسم بالهندسه عمودي؟ لا يعني لازم تطلع هندسه نفطانيه. زين بس الدنيا افترت في صرت بس يعني انا حبيت التدريس اكثر فتركت مجال الهندسه. حدثي والله بالعكس لا. التدريس عالم ثاني يعني خلاني ادخل غير مجالات. فتخرجت انا من الجامعه وخلصت الهندسه الحمد لله بتقدير جيد همينه من جامعه بغداد. بس انه من شفت التدريس يعني والمني اكثر. اكيد مصورنا كرار مهندس بس من باب الشرجي كرار الفهم
مهندس مهندس الكاميرا هذا حتى يكون واضحين. اشكرك استاذ مهندس بس بغير طريقه، مهندس بالتصوير، مهندس بالزوايا. اعطيني هديه. ايش فيك بابا تورط طبيعي؟ هديه شنو اعطيك؟ تفاحه؟ تفاحه نوبه صايبه. بس انت المفروض ترجعها تقول له شلون اعطيه هيك. مو انا احب الايفون الابل. ابل قال له هو اصلا وجوده بحياته هو تفاحه. هو تفاحه كرار تفاحه. اغير اسمك الى كرار. زين ولا نجي هسه على هذا الموضوع شوي. عندنا المصور حمودي مشاكس اكثر من كره. زين موضوعنا شو يقول؟ استخدام المشتقه الثانيه في تحديد النهايات. شنو الربط هنا؟ هاي شنو استاذ تضحك علينا؟ انت مو قلت النهايات مشتقه اولى؟ اي هنا اكو طريقه ثانيه، اكو طريقه ثانيه نقدر نعرف النهايه عظمى او صغرى، بس نستخدم مشتقه ثانيه مو مشتقه اولى. ليش الطريقه هاي عرفناها مال الرسم، انه من الرسم نعرف اذا 8 عظمى اذا 7 صغرى. هاي طريقه بدون رسم نقدر من المشتقة الثانية نعرف النهاية عظمى لو صغرى. بس هاي شو وقت تسويها إلا هو يقول لك بالسؤال. شنو خطوات الحل؟ أول شيء راح نشتق مشتقة أولى. زين بعدها نصفر المشتقة الأولى. طلعنا قيم X. قيم X اللي تطلعها ضمها عوفها. روح وراها شو تسوي؟ إذا تشتق الدالة مشتقة ثانية. طبعا احنا راح نستخدم شنو؟ انتبه المشتقة الثانية، شغلنا على المشتقة الثانية. بس من الاولى انت راح تطلع الاكس. هاي الاكس خلي اكتب لك منين طلعناها، من المشتقة الاولى. ضمها، ارجع اشتق مشتقة ثانية. هسه هاي الاكس طلعتها عوضها بالمشتقة الثانية. الاكس طلعتها من المشتقة الاولى عوضها بالمشتقة الثانية. من حتيجي تعوض الاكس انت عندك ثلاث احتمالات، لو يطلع الناتج موجب، لو سالب، لو صفر. اذا طلع الناتج موجب تقول نهاية صغرى محلية. عقلك ضرب شنو موجب؟ اي بالعكس، اذا موجب صغرى. اذا طلع الناتج اشارته سالب نهايه عظمى. اما اذا الصفر يفشل الاختبار، ومن يفشل نرجع على الطريقه القديمه. اوكي هنا انا ما نحتاج رسم، بس الاكس نطلعها من المشتقه الاولى. نوب نرد وين نعوض الاكس؟ بالمشتقه الثانيه. زين شوف الناتج اللي يطلع، مثلا طلع موجب 6 طول موجب تقول هاي نهايه صغرى، طلع سالب 6 لا تقول هاي نهايه عظمى. صفر يفشل الاختبار، ترجع على الطريقه اللي تعلمتها بالبدايه مال الرسم. اخر شيء اكيد نعوض قيم اكس بالداله الاصليه حتى نطلع شنو؟ الواي. ماشي احنا طلع النقطه النهائيه، احنا متعلمين انه الاكس بالاخير نعوضها بالاصليه حتى نطلع الواي. هذا الموضوع الا هو يحدد لك يلا يعني بعد. شوف هسه انا قايل لك هو باستخدام اختبار المشتقه الثانيه ان امكن جد النهايات. زين استاذ اذا ما حدد لي، اذا ما حدد لك الطريقه، اي طريقه صح تستخدمها؟ ذيك مال رسم او هاي؟ نجي نسوي الخطوات على كيفنا. اول خطوه نشتق مشتقه اولى. 6 اكس مشتقتها 6، هاي 2 في 3 6 اكس، الواحد صفر. نصفر ونطلع اكس. انتبه تنقل هاي 6 اكس تساوي 6 اكس تساوي 1، ضم الاكس. ارجع اشتق مشتقه ثانيه هسه. 6 شنو مشتقتها؟ صفر. سالب 6 اكس مشتقتها بس سالب 6. زين الان فتحتين طلع سالب 6. هسه عوض الاكس بالمشتقه الثانيه، لكن هنا ما راح تقدر تعوض لان اصلا ماكو اكس راح بالمشتقه، فهنا اصلا ما تحتاج تعوض. راسا تباوع الاشاره طلعت، الاشاره ما طول طلعت سالب تقول اذا هاي النهايه عظمى محليه. ارجع شوف اذا طلع عندك سالب النهاية نقول عظمى محلية، إذا النهاية عرفناها عظمى محلية من الناتج مال F تحتين طلع سالب، وطبعا هي الإكس مالتها شقد؟ الإكس طلعناه 1، لكن ما عندي واي، وين أعوض الإكس؟ بالدالة الأصلية. أعوض الإكس بالدالة الأصلية حتى أطلع الواي. الخطوة الأخيرة 6 في 1 ناقص 3 في 1 ناقص 1، 6 ناقص 3 ناقص 1، 3 ناقص 1 2، واحد باثنين نهاية عظمى. زين لو طالع على فتحتين موجب كان قلت نهاية صغرى. اوكي؟ فهاي وهنا الاكس ما عوضنا لان اصلا ماكو اكس فما قدرنا نعوضه. تمام؟ قدرنا نعوضه. هاي الطريقة السهلة انه نعرف نهاية عظمى ولا صغرى. هذا السؤال مرشح من استاذ مؤمل. هو على هذا الموضوع وانا قصته اشرحه لان هذا السؤال انا اقدر اشرحه لك. كلش مهم. كلش مهم. زين لتكن f للx تساوي x تربيع ناقص a على x، ضرب عندي ايرور،
شنو هذا حرف اي؟ تشابهنا بالموضوع شنو هذا؟ ما طول خلالك حرف اي انتبه على السؤال وركز زين، هذا ثابت. برهن ان، حلو مطلب السؤال اثبت يعني برهن، اريدك تبرهن ان الداله هاي ما عندها نهايه عظمى. ابو الصوف استاذ مصطفى حسألك سؤال، أنا من دا أقول لك إنه هي ما عندها نهاية عظمى، هي ما يكون نهايتين، هي لو صغرى لو عظمى. أنا ما أقدر أجي أقول لك إنه هي عندها صغرى، هقول لك بغير طريقة. هاي الدالة ما عندها نهاية عظمى، يعني إيش عندها؟ صغرى. صغرى بالضبط. بس هو صار لوتي ما قال له عد، ما قال له عندها نهاية صغرى. إيش قال له؟ قال له إذاك تبرهن إنه هي ما عندها عظمى، وأكيد إذا ما عندها عظمى إيش عندها العدوة؟ صغرى. إذن هسه لازم نعرف إنه هي هاي لازم تطلع صغرى، والصغرى لازم الأفة تحتين تطلع إشارتها موجب. إذن لازم نبرهن إنه الأفة تحتين إشارتها تطلع موجب حتى تطلع نهاية الصغرى. وش أقول له؟ أقول له حبيبي هاي نهاية الصغرى، إذن هاي ما عدها نهاية عظمى. هو هذا اللي بدينا نثبته، بدنا نثبت إنه هي ما عدها عظمى ويعني عدها صغرى. أوكي، شو وقت نقول عدها صغرى؟ خلي بس أرجع لك على الخطوات. الصغرى لازم الإشارة تطلع وينها؟ عفوا هاي لازم الإشارة تطلع موجب، لازم الإشارة شنو تطلع؟ موجب حتى نقول صغرى. زين، فراح نسوي هاي الطريقة اللي هي اختبار المشتقة الثانية حتى نثبت بها. فأول شيء أجي طبعا أكتب الدالة. واحد راح يقول لي استاذ والأي، الأي راح تروح ما عليك بيها، هسه تشوفها راح تروح. قبل ما أشتق مشتقة أولى نقدر نصعد الأكس أحسن فوق حتى الاشتقاق يصير أسهل. طبعا هو أس واحد، أنا بعدني ما مشتق ترى بس لا عدل الدالة. من أصعد الإكس يصير أسه سالب واحد. يلا تعال هسه أول خطوة بهاي الطريقة إنه نشتق مشتقة أولى. شنو مشتقة الإكس تربيع؟ 2X. سالب واحد في سالب أي موجب أي، أطرحها من الأس واحد إكس أس سالب 2. كل زين، احنا ورا ما نشتق مشتقة اولى نصفر ونطلع الاكس، نصفر ونطلع الاكس. هاي راح انزل الاكس جوا، اوكي ترجع حتى اس 2. عرفت السويت؟ الاكس نزلته جوا حتى السالب يصير موجب. اكو طريقتين تقدر تتخلص من الكسر، انه تضرب بالمقام، هضرب المعادلة كلها في اكس تربيع. شوف صفر يبقى صفر، اكس تربيع في 2x يصير 2x تكعيب. هذا يروح ويا هذا يبقى بس اي. هسه نقدر نطلع الاكس، شلون ننقل الاي؟ هو موجب شو يصير اشارته؟ يصير سالب. دقيقه، 2x تكعيب يساوي سالب اي، قسم على 2 طلع الاكس تكعيب سالب اي على 2. من تريد تطلع الاكس بدون تكعيب تخلي له جذر، جذر تكعيبه. هسه خلصت هاي الخطوه، ترجع شو تسوي؟ ترجع تشتق مشتقه ثانيه. هسه عوف الاكس من المشتقه الاولى هاي، شوف هاي حنشتق مشتقه ثانيه افه تحتين. احنا لازم نطلع الافه تحتين موجب، يلا نقول له هاي ما عندها عظمى عندها صغرى. فهسه نجي نشتق مشتقه ثانيه سويه 2x شنو مشتقته؟ 2 بس. هاي ترجع تعيد القاعدة، سالب 2 تنضرب بالموجب اي يصير سالب 2 اي، نطرحها من الاس 1 يصير سالب 3x. اوكي نزل الاكس بالمقام حيصير موجب 3. اف تحتين 2 ناقص 2 اي على باع الاكس حنزله جوه حتى يصير موجب. زين هسه تعال عوض الاكس، انت مو عندك اصلا اكس تكعيب جاهزه؟ اصلا اكس تكعيب عندي جاهزه انه هي سالب اي على 2، راح اجي اعوضها جوا هنا. اوكي راح اجي اعوضها هنا بعالها بعالها سالب اي على 2. اوكي حفظتوها، هلا اسويها سالب اي على 2. زين اف فتحتين اكس 2 ناقص 2 اي على، هوخر الاكس تكعيب اخلي سالب اي على 2. باوع الاي يروح ويا الاي، السالب ينضرب بالسالب يصير موجب، مقام المقام بسط هذا الاثنين ينضرب بهذا الاثنين الجوه 2 في 2
أربعة صار أربعة. أعيد لك، الأي راح ويا الأي، هذول انضربوا وصار زائد. مقام المقام بسط 2 في 2 4، 2 زائد 4 موجب 6. إذا الأف تحتين طلعت إشارتها موجب، نقول له إذا أف تمتلك نهاية صغرى محلية، لأن يعني طلعت موجبة. إذا لا تمتلك نهاية عظمى محلية. هذا السؤال أنا أرشحه بالوزاري ومهم جدا جدا جدا، ركز عليه، دير بالك جاي وزاري، هو سؤال مال كتاب. هسه راح نقدر ناخذ موضوع إيجاد الثوابت، وهذا إيجاد الثوابت اللي راح ناخذه يجي عليه 10 بالوزاري. ابقوا يعني طلاب، اليوم عندنا موضوع كل سنة يجي عليه 10 درجات، موضوع مهم كلش وسهل وياي إن شاء الله كلش. طبعا أنا هذا الموضوع أخلي صراحة الموضوع عندك الفصل الثالث، مع العلم إنه أغلب الطلاب يعانون من إيجاد الثوابت، لكن أنا عندي ملاحظات مؤملية راح تخليك تشوف الموضوع كل السهل. زين، شوفوا شنو اسم الموضوع بس على فهمك. اسمه إيجاد الثوابت. من هم الثوابت باللغة العربية؟ باللغة العربية الثوابت اللي هن يعني الأرقام، إحنا نقول اللي هي خلينا نقول شيء ثابت ما يتغير، لكن نقدر نرمز لهم بحروف بس نقول عليهم ينتمي الآر. آر يعني أداة حقيقية. فهم أكثر الحروف اللي راح تواجههم هم أي وبي وسي. هذا الموضوع اللي هو راح يطلب منك قيم أي وبي وسي. شوف الفكرة شنو مع الموضوع كالآتي. هنا علي عادل حمود. الفكرة مع الموضوع كالآتي، إنه هو شو يسوي؟ يخلي لك حروف بالدالة وينطيك معلومات ويريد من عندك هاي الحروف اللي هن الأي والبي والسي. أنت إيش راح تسوي؟ هاي المعلومات المنطقية بالسؤال هو انت حتحولها الى معادلات. شلون؟ بالملاحظات الذهبية اللي انا حنطيك اياها. كملاحظات خمسة هن ذني تحل بيهن اكبر سؤال بايجاد الثوابت. خمس ملاحظات ذهبية. اوكي؟ سويت معادلات بعدين. هاي المعادلات راح تحلها انيا بطريقة الحذف. تحذف طلع الـ A تعوض طلع الـ B طلع الـ C طلعوا الحروف. انتهى السؤال. اذا رايد منك مطلب ثاني طلع المطلب الثاني. هي الفكره كالاتي، انه انت تسوي معادلات وتحلها بطريقه الحذف. انا شو اقول للطلاب؟ اقول لهم اول ملاحظه انه عدد الحروف اللي هو يريدهن، عدد الثوابت اللي طالبهم بالسؤال، عدد الثوابت اللي طالبهم بالسؤال، يعني كم حرف رايد مني؟ خليه اريدك لازم يكون نفس عدد المعادلات اللي تسويهن انت. عدد المعادلات اللي راح نسويهن من الملاحظات الذهبية اللي قلت لك عليها. ما افتهمت مو أسانة أقول أفهمك. يعني أبو السؤال رايد منك ثلاث حروف، طبعا هو أقصى شيء ثلاث حروف. حمودي رايد مني ثلاث حروف، كم معادلة لازم أسوي؟ ثلاث معادلات، يعني أستخدم كم ملاحظة؟ ثلاث ملاحظات. رايد مني حرفين بس، كم ملاحظة أسوي؟ اثنين معادلتين أسوي. يعني فرضا طلبت منك أي وبي بس، يلا كم معادلة أنت لازم تسوي هنا؟ اثنين، لأن يعني عدد الحروف اللي يطلبهن نفس عدد المعادلات اللي لازم تسويهن أنت. هاي اللي أنت تسويهن، اللي أنت راح تسويهن. أوكي؟ شلون؟ من خلال أكيد الملاحظات اللي اتفقنا عليها. مثلا طلب منك لا ثلاث حروف، كم معادلة تسوي حمودي؟ ثلاثة. فهمت قصدي؟ فانت هو ايش قلت؟ كم شوف كم حرف رايد من عندك؟ من عندك تعرف كم ملاحظه راح تستخدم، كم معادله راح تسوي. كل معادله بملاحظه، يعني ملاحظه واحد معادله سويت، ملاحظه ثانيه معادله، ملاحظه ان خمس ملاحظات انت تاخذ من عندهن اللي تفيدك اللي جايات بالسؤال. فهاي اول فكره يدك تعرفها، انه انت هنا عدد الحروف اللي يريدهن من السؤال هو نفس عدد المعادلات اللي راح نسويهن. اوكي صار شنو هاي الملاحظات؟ ها دقيقة صدق، طريقة الحذف تتذكروها؟ مراجعة سريعة بس طريقة الحذف. مثلا A زائد B 3 A ناقص مثلا نقول 4 B. صار الأرقام من قلبي زين. زين هاي معادله واحد وهاي معادله اثنين، شلون تحلها بالحذف؟ والله تعرفون اذكركم شويه طلاب، الحرف اللي نحذفه اللي نريد نحذفه بشرط انه يكون لازم نفس الارقام عكس الاشاره.
عكس الإشارة. يعني باحثت هنا منو اللي عندك نفس الأرقام الأي، بما أنهم نفس الأرقام بس مو عكس الإشارة، فتضرب أي معادلة بسالب، أنا حضرب الثانية بسالب، هذا يصير سالب، هذا يصير موجب، هذا يصير موجب، هاي التالي حتروح الأي. فأنت حتى تحذف الحرف لازم يكون نفس الأرقام عكس الإشارة. زين هاي بعد تجمع البقية، هاي 1+4=5، أوكي 3+2=5، قسم على 5 طلعت البي 1، أوكي ونحل السؤال ترجع تعوض البي يطلع الأي. فالفكرة إنه أنت الحرف اللي تحذفه لازم يكون نفس الأرقام عكس الإشارة، أهم شيء عكس الإشارة. فأنت تضرب المعادلة بسالب هاي أو هاي، أي وحدة تعجبك، أوكي. فهاي بالنسبة بس للحذف، مراجعة سريعة. نروح هسه على الملاحظات الذهبية. زين الملاحظات الخمسة الذهبية اللي نحل بيها أكبر سؤال بإيجاد الثواب. بس باويلي هاي الملاحظات الخمسة هي اللي راح تحل من عندها أي سؤال بإيجاد الثواب. تخلي ببالك فد شغلة، مو بالسرة ترى، يعني مو شرط انه 1-2، لا ممكن سؤال يجي منه ملاحظة 4 وملاحظة 1، ملاحظة 3 ملاحظة 2 بخربطة. بس انت كل ملاحظة تقدر تسوي منها معادلة، كل ملاحظة تقدر تسوي منها معادلة. فأول شيء راح نبلش اخذكم هسه 3 ملاحظات، انت هنا 5 عددها. انا اريدك تخلي فراغ مال 5 ملاحظات. هسه انا ايش راح اسوي؟ حاخذ اول 3 ملاحظات واخذ الاسئلة مال ذني الثلاثة، بعدين اخذ الرابعة والخامسة بالاخير، اوكي. بس انت تخلي بالدفتر 5 ملاحظات حتى يعني تخلي فراغ للرابعة وللخامسة، أوكي. زين طلاب، أول ملاحظة وأسهل ملاحظة، إذا أعطى بالسؤال نقطة، أوقف، تعرف شنو يعني نقطة لو لا؟ النقطة بالرياضيات هي X و Y، النقطة بالرياضيات هي X و Y، كل نقطة هي X و Y. زين من اي نوع كانت؟ ما عليك عظمى انقلاب اي نوع كانت، المهم انت شفت نقطه من اي نوع كانت بغض النظر عن نوعها، مو شفت نقطه بس. انا اقول لك باختصار شفت قوس وبي نقطه، قوس وبي اكس واي، وش لقيت بعد؟ ولقيت بس بالسؤال داله، داله شنو يعني؟ اف للاكس او لها رمز لاخ واي. من لقيت نقطة ما لك دخل، بس تشوف نقطة ودالة رأساً تقول هاي ملاحظة 1، نعوض النقطة بالدالة حتى لو كانت النقطة بالنهاية والدالة بالبداية. انت رأساً شو تسوي مباشرة؟ نعوض النقطة بالدالة بدون ما نتفاهم، نعوض النقطة وين؟ بالدالة. شلون استاذ؟ أنا ما أعرف أعوض هالساعة، أقول لك شلون تعوض. مثلاً نقول الدالة F للإكس، حنطيها من قلبي مثلا AX تربيع زائد BX مثلا، والنقطة مع السؤال لقيتها 1/2. انت بس تلقى نقطة ودالة تقول هاي ملاحظة 1، نعوض النقطة بالدالة. كل شيء ما تسوي لا اشتقاق ولا شيء، بس تعوض النقطة بالدالة اللي هي تحقق معادلة. تحقق شنو استاذ؟ انا ما اعرف اعوض. طبعا هذا مثال، هذا هو ملاحظة لهنا، اوكي هذا مثال من قلبي هسه راح امسحه. هذا يعتبر اكس وهذا يعتبر واي، اوكي. يعني اسان الاكس راح اوخره، راح اخلي بداله 1 صح. زين حيصير هيك شيء اي في 1 تربيع زائد بي في 1، راح تضل صافه. انت تقول استاذ زين الواي وين اعوضه؟ الواي هو نفس اف للاكس، هذا اف للاكس يعتبر واي ترى، نفس الاسم الواي والاف للاكس هم نفس الشيء. فالواي اللي هي الاثنين تعوضها بالطرف الايسر هنا بدال اف للاكس، وصلت الفكره؟ وهي طلعت معادلة 1، نسميها معادلة 1. إذا أول ملاحظة، أسهل ملاحظة طلاب راح أمسحها، إنه إحنا إذا شفنا نقطة ودالة ما لنا دخل، بس ألقى نقطة. مرات تدرون شنو؟ مرات أنطي الدالة بالبداية وأظل أحكي 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 أحكي، هنا لقيت نقطة. بس تشوف نقطة ودالة رأساً ملاحظة 1، رأساً ملاحظة 1، النقطة تعوضها بالدالة. لا اشتقاق ولا أي شيء، كل شيء ما أبي بس تعويض نقطة بالدالة، تعويض إكس وواي. فبس نلقى نقطة ودالة نعوض النقطة بالدالة. هاي أول ملاحظة، هواي راح تلقوها بالسؤال لأن أغلب الأسئلة بيه نقطة ودالة. نروح على الملاحظة الثانية، شوية راح أصعدها أنا. أي الملاحظة رقم 2، إذا ذكر بالسؤال إحدى العبارات
نهاية محلية أو مرات يقول عظمى أو صغرى، نهاية عظمى أو صغرى، نقطة حرجة، أو حتى لو يقول تزايد أو تناقص نفس الشيء نخليها تزايد أو تناقص. المهم هذين العبارات كلها أنت راح كفت شيء راح تعرفه أنت رأسه. والإكس ينطي معلوم بالسؤال يعطى الإكس، شنو راح تسوي؟ تقول أستاذ مؤمل شرح لنا يا الموضوع مع النهايات، كل كلمة نهاية عظمى أو صغرى أو نقطة حرجة أو تزايد أو تناقص هذا مشتقة أولى، هذا الموضوع يا مشتقة مشتقة أولى، شرح تسوي أنت؟ راح تشتق أول شيء مشتقة أولى، باو هاي أول خطوة، بعدها راح تصفر المشتقة الأولى، بعدها حتعوض الإكس. ثلاث خطوات نسوي نعيدها، أول شيء نشتق صفر نعوض، نشتق يا مشتقة هنا أنا أولى بس 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 تشوف واحدة من ذني الكلمات بالسؤال نهاية، أي من كلمة نهاية، موضوع النهايات العظمى والصغرى والتزايد والتناقص مشتقة أولى، خذناه هذا موضوع كامل زين، نقطة حرجة تزايد تناقص هذا كله شنو مشتقة أولى. فأنت ثلاث خطوات راح تسوي، راح نسوي، راح نشتق بعدين صفر بعدين نعوض الأكس. طلاب دائما الأكس المعلوم اللي ينطيه بالسؤال لازم نعوضه، ما يصير تبقى المعادلة بدلالة أكس. أوكي فثلاث خطوات نسويها، نشتق مشتقة أولى، نشتق شنو مشتقة أولى، صفر ونعوض الأكس. هاي بالنسبة لهاي الملاحظة الثانية، بس تلقى لني واحدة من الكلمات نهاية تزايد تقول لي رأسا ملاحظة اثنين مشتقة أولى، ملاحظة اثنين يا مشتقة مشتقة أولى. نروح على ملاحظة ثلاثة، شوف هسه إذا ذكر بالسؤال هسه كون أنت تجاوبني نقطة انقلاب، نقطة انقلاب أو تقعر أو تحدب رأسا عفية، اشتقة ثانية هاي رأسا بدون ما تسولف، وأكيد لازم الأكس يكون معلوم ينطيه هو، ايش راح تسوي هنا؟ أستاذ مؤمل قال لي هاي مشتقة ثانية، يعني راح تشتق مشتقة ثانية، النوبة تصفر المشتقة الثانية، النوبة تعوض الأكس. ثلاث خطوات، أوكي ثلاث خطوات أكتب لك إياها، نشتق هنا يا مشتقة دير بالك مشتقة ثانية، طبعا أكيد أنت من الأولى تطلع الثانية، وراها نصفر وراها نعوض إكس. هاي شو وقت تسويها المشتقة الثانية؟ من يقول لك واحدة من ذين الكلمات بس يقول لك كلمة انقلاب أو تقعر أو تحدب تقول هاي الملاحظة الثانية المشتقة الثانية. فنعيد الملاحظات السوية، يلا سوي نعيدها، أريدك تضبطها مني، ترى هنا خمسة بعد أكو أربعة وخمسة، أريد تخلي لي فراغ للأربعة وللخمسة. طلاب عيني يلا وياي كلكم، إذا إذا لقيت بالسؤال نقطة ودالة شو تسوي؟ عفوا نعوض النقطة بالدالة، انتهى الموضوع. هاي سهلة، إذا قلت لك نهاية محلية أو نقطة حرجة الرأس تقول ملاحظة اثنين هاي يا مشتقة، هاي مشتقة أولى، مشتقة أولى نصفر نعوض. إذا قلت لك انقلاب أو تقعر أو تحدب هاي ملاحظة ثالثة أستاذ، مشتقتين نصفر ونعوض إكس. أوكي شو راح أسوي هسه؟ أنا ما راح أخذ الرابعة والخامسة، راح أخذ الأمثلة على ذني الثلاث ملاحظات، أوكي أولى والثانية والثالثة. بلش بأول سؤال راح أحله لكم إن شاء الله، اللي هو طبعا جاي وزاري مرتين، أسئلة حول أول ثلاث ملاحظات. طلاب هاي الكلمة راح أصعدها لين شوي حتى نستفاد من الصبورة، أوكي بس أنت راح تعرف إنه هاي الأسئلة على أول ثلاث ملاحظات. يلا يعني نجي، راح أقرأ السؤال وأريدك تفسره مثل ما أنا راح يعني شلون أنا راح أفسر السؤال، أريدك من الامتحان تكتب على على السؤال، اكتب مثل ما أنا حكتب وبعدين أمسحه زين، خلي شوي صغر الخط. إذا كانت طاني دالة، أوكي شنو طاني؟ طاني دالة، لاحظت بالدالة أكو حرفين اللي هما الـ A والـ B، الـ A والـ B، إذن هنا طلاب ما طول أكو حرفين بالسؤال معناته حيطلب قيمهن اللي هما الـ A والـ B، صح لو لا؟ زين كمل السؤال، تمت لك نقطة حرجة، أوكي عندها نقطة حرجة، جت قيمتي A و B، أسألك سؤال الحقيقيتين، سؤال أسألك هو كم حرف رايد مني هنا؟ حرفين،
من رايد مني حرفين لازم ملاحظتين لازم معادلتين اسوي. هسه انا منطيك ثلاث ملاحظات صح، واحدة اثنين ثلاثة، من ذني الثلاثة اريد اثنين، ما عليه انا اريد اثنين لان انا اسوي معادلتين، لان هم كم حرف، هم حرفين طالب مني، فغصبا ما علي ايش راح اسوي، اسوي معادلتين، اسوي شنو معادلتين. زين انا مزغرت الاحمر مزغرت الاسود اقول شنو في. فالمهم ما عليه اذا هسه انا لازم اسوي معادلتين ملاحظتين طبعا اكو ثم يعني مطلب ثاني، ثم بين نوع النقطه الحرجه خلوها بعدين بالاخير، هاي نوع النقطه الحرجه يعني هي عظمى لو صغرى، هاي خلوها بالاخير. هسه اسالكم سؤال، كم ملاحظه هنا؟ ملاحظتين لازم. اريد اول طالب يقول لي اول ملاحظه شنو موجوده الملاحظه هنا. طالب ايش راح يقول لي؟ استاذ مؤمل عندك داله وعندك نقطه. اقول له اي، واذا راسا ملاحظه واحد. شنو ملاحظه واحد؟ بالله هاي ملاحظه واحد تقول اذا لقينا نقطه وداله بالسؤال نعوض النقطه بالداله، بس نلقى داله ونقطه ملاحظه واحد بدون كل شيء، هاي سهله طلعت اول معادله. بعد اريد منك ملاحظه له. اقرا السؤال. نقطه حرجه استاذ مؤمل، هاي ملاحظه اثنين. انت قلت لنا من يقول نقطه حرجه يا ملاحظه الثانيه اللي هي شنو الملاحظه الثانيه؟ نشتق مشتقه اولى صفر نعوض اكس. اذا عرفنا هسه شلون نحل السؤال، راح نستخدم ملاحظه واحد وحنستخدم ملاحظه اثنين. اوكي نطلع الاي والبي، ورا ما نطلع الاي والبي نقول له شنو نوع النقطه الحرجه. هسه هي النقطه الحرجه اللي هي 1 ب 4 خلي عفوا هسه نيجي هسه نرجع نكبر الخط زين ونغير اللون. يلا طلع خلينا نبدي ملاحظه واحد. شو نسوي ملاحظه واحد؟ ننزل الداله اول شيء. الملاحظه واحد سهله بس تعويض. دقيقه هل عليكم شلون تعوضون ملاحظه واحد؟ حنطبقها. اكتب النقطه بصفه. طلاب من تعوضون دير بالكم، هذا اكتب عليه اكس هذا واي. اوكي راح تعوض انت الاكس، هتعوض الواي. الواي قلنا من هو يعتبر؟ اف للاكس ترى يعتبر واي، خلي بالك. يعني هاي الاربعه راح تخليها هنا. اوكي زين الاكس ايش قد قيمته؟ واحد. تعال هسه دائما اعلمك شغله، الارقام خليهم سويه والحروف على جهه، خلي الحروف بطرف والارقام طرف. يعني هاي ثلاثه انقلها هنا، هي موجب من انقلها تصير سالب. اوكي اي في واحد اي، بي في واحد بي، اربعه ناقص ثلاثه واحد. هاي المعادله طلعت حبيبي، اكتب عليها معادله رقم واحد، طلعناها المعادله الاولى من يا ملاحظه سويناها من ملاحظه واحد. نروح هسه على الملاحظه الثانيه ام النقطه الحرجه. بالنقطه الحرجه لازم تشتق اول شيء مشتقه اولى. اوكي اشتق مشتقه اولى كل السهله. الثلاثه شنو مشتقتها؟ صفر. تريد تكتب صفر ما تريد تكتب عادي. الاي اكس مشتقته فقط اي. هاي الاثنين تنضرب شو يصير؟ يصير اثنين بي اكس. اوكي الاكس لازم معلوم، تتذكر بالملاحظه الثانيه قلت لك لازم هو ينطي الاكس؟ اي. وين النقطه الحرجه؟ وين الاكس مالتها؟ هذا الاكس مالتها اللي هو واحد. الاكس لو ينطي اكس يساوي، لو يحطه بنقطه نفس الشيء. اوكي فالاكس هنا معلوم اللي هو واحد. تعال هسه خطوات الملاحظه الثانيه شنو خطواتها؟ يعني نشتق مشتقه اولى نصفر نعوض. اشتقينا نصفر هذا نخلي صفر بداله ونعوض الاكس، يطلع عندي معادل رقم اثنين. صفر تساوي اي زائد اثنين بي، معادل رقم اثنين. زين طلاب هسه شنو نسوي؟ نحلهم بالحذف. شو راح نقول؟ نحل معادله واحد مع معادله اثنين بالحذف. طريقه الحذف، نزل معادله واحد. طبعا من تنزل المعادله يفضل انه الحروف تخليها على اليسار. يعني هسه مثلا طبعا كيفك تريد واحد لو اثنين بالبدايه، هم بكيفك. هاي انا حخلي واحد بالبدايه، اكتب اي زائد بي من جهه اليسار وقلب الرقم الواحد خلي من جهه اليمين. هاي معادله واحد كتبتها نفسها بس قلبت الاطراف. هاي نفس الشيء المعادله اثنين، هم اكتب الاي جوا الاي لازم. 2 بي تساوي ايش قد الناتج مالته؟ صفر، لان هي تتصفر. هاي احنا ايش قلنا بطريقه الحذف؟ من يتذكر؟ ان الحرف اللي نحذفه اللي هسه هو الاي قبالك لازم يكون نفس الارقام بس عكس الاشاره. هسه هم نفس الارقام بس مو عكس الاشاره، فاضرب هذا بسالب سالب سالب، الصفر ما يصير سالب لان يعني ما ابي اشاره. حيروح الاي والاي، هذا واحد
واحد ناقص اثنين اشاره الكبير ونطرح اثنين ناقص واحد واحد زين واحد زائد صفر واحد زين انا ما اريد سالب بي اريد بي اضربها بسالب ايش قد راح يطلع البي عندي بي حيطلع عندي سالب واحد اوكي بس انا طلعت البي بقيت محتاج بقيت محتاج الاي لو اعوض بمعادله واحد لو بمعادله اثنين اي وحده صح من الاسهل لك يلا معادله واحد بكيفك معادله واحد شنو خليني اكتبها طبعا حكتب هنا نعوض اكتب هاي في معادله واحد المهم هذا البي راح اوخره اخلي بداله سالب واحد حيصير واحد يساوي اي سالب واحد انقل السالب واحد يصير موجب واحد الاي تطلع اثنين انا طلعت له الاي والبي هسه هذا اخذت 8 من 10 ايش قايل لي ثم بين نوع النقطه الحرجه النقطة الحرجة عندي أنا هي واحد بأربعة بس لازم أعرفها هل هي نهاية عظمى أو نهاية صغرى شلون تعرف نوع النقطة الحرجة كل السهلة النقطة إيش قد هي بالله هي واحد بأربعة باوع النقطة اللي نريد نعرفها اللي هي واحد بأربعة تتذكرون الطريقة إنه إحنا نأخذ الإكس اللي هو الواحد ونخليه على خط الأعداد مرة نأخذ رقم أصغر منه صفر ومرة نأخذ رقم أكبر منه اثنين ونختبر بالمشتقة الأولى اللي هي شنو المشتقة الأولى اي زائد 2x مو 2bx بس خلي اتاكد من هاي اي زائد 2bx اي طبعا انت اكيد الاي والبي راح تعوضهم بالي بالي مشتقه الاولى لازم تكون بدون اي وبي انت الاي والبي طلعتهم الاي طلعته سالب الاي طلعته ايش قد طلعنا الاي شو 2 الاي طلعناه 2 والبي طلعناه سالب 1 حصل فتح الاكس 2 ناقص 2x هاي انت راح شو تسوي تختبر عليها مره تعوض الصفر وطلع الاشاره اذا طلعت 8 نوع عظمى اذا طلعت 7 نوع صغرى اوكي يلا خلينا ناخذ نعوض اول شيء الصفر ومره نعوض الاثنين هذا اخذناه بالموضوع القبله يعني بدال x راح اخلي اول شيء صفر هذا يروح طلع موجب الاشاره طلعت موجب تساير يعني بين النهاية عظمى نعوض الاثنين هيطلع سالب اثنين الإشارة سالب إذن شنو نوع النقطة نوع النقطة نهاية عظمى محلية هاي بس تقول نوع النقطة نهاية عظمى شنو محلية ماشي يعني هاي بالنسبة لهذا السؤال كامل بمطلبين انتبه عليه من الأسئلة المهمة طلاب راح نأخذ بعد أسئلة على إيجاد الثوابت نجي نشوف هذا السؤال بقى مثل ما علمتكم نفس الطريقة مالتي الترتيب والحكي اللي أنا علمتك عليه شنو ملاحظة موجودة شنو هاي بعدين روح صفط المعادلات واختصرهم بالحذف حلها بالحذف إذا كانت النقطة 2 بستة شبيه هاي النقطة يابا نقطة حرجة كمل كمل هسا كمل أنت مالك دخل لمنحني الدالة انطاني دالة جد قيمتي ايوبي حمودي كم حرف رايد مني اي ادري ايوبي ما اشوف ايوبي انا اشوف ايوبي شنو لوتيتي كم حرف عددهم ايش قد يعني كم معادله لازم تسوي انت يعني اذا انا اريد منك معادلتين هسه ملاحظتين وانا معطيك بس ثلاثه من بين ثلاثه اريد اثنين طبعا ثم عفوها ثم بين نوع النقطه الحرجه هسه طبعا نفس قبل شويه نشوفها عظمى ولا صغرى خلوها بالاخير هاي شنو استاذ مؤمل حمودي بابا نقطة لقيت ولقيت دالة يا ملاحظة الأولى يا ملاحظة الأولى رأسا ملاحظة واحد من نشوف نقطة ونشوف دالة رأسا نعوض النقطة بالدالة هاي سهلة كل السهلة أوكي بعد الله قايل النقطة حرجة يا ملاحظة الثانية إذا عندنا الملاحظة الأولى والثانية حنستخدم هنا طبعا من تيجي على الملاحظة الأولى أول شي تكتب الدالة شوية الدالة على نهاية خلت هذا السؤال متقصد لأن الدالة بيها قوس وعليه أس لأن أكو طلاب شوية ثلاث عندهم من الصعدة قوس وهيك الدنيا تحترق عنده النقطة شنو هي 2 بستة طبعا الاثنين هي الأكس والستة هي الواي الأف للأكس ترى يعتبر هو نفسه واي الأف للأكس هو يعتبر نفسه شنو واي هسا الأكس 2 حنعوضها بدال هذا الأكس هكي حلو والواي بدال أف للأكس هسا الواي 6 راح نخلي 6 هنا الاي تنزل ليش دا غير اللون
الاكس هو 2 فصير 2 ناقص بي اس 4 هاي معادلة واحد. هاي يا ملاحظة الأولى نعوض النقطة بالدالة ملاحظة واحد كملناها فنشناها نروح على اللي بعده قايل نقطة حرجة استاذ هاي ملاحظة 2 شنو يعني ملاحظة 2 لازم نشتق مشتقة أولى نصفر نعوض ثلاث شغلات نشتق نصفر نعوض من اجي اني اشتق مشتقة أولى طبعا هواي طلاب يغلطون بالاشتقاق ركزوا وياي الاي تعتبر ثابت لان هي تنتمي لار ومشتقة الثابت صفر فالاي مشتقته صفر من يكون واحدة هاي القاعدة مال قوس مال اربعة تنزل تذكروها في مشتقة داخل قوس قوس مرفوع الى اس الاربعة تنضرب بالسالب تصير سالب اربعة نطرح من القوس واحد يصير ثلاثة في مشتقة داخل القوس طبعا مشتقة داخل القوس واحد مشتقة داخل القوس شنو؟ واحد اوكي خلي بس اوخر هذا الخط مشتقة داخل القوس وما تأثر صراحة الواحد زين الاكس معلوم مال النقطة الحرجة اي هذا الاكس ترى اثنين لازم الاكس معلوم لازم بالملاحظة الثانية لازم الاكس وينطي يلا نشتاق نصفر نعوض هنجي نصفر ونعوض هذا الاكس اثنين ايش راح يصير عندي؟ حيصير عندي سالب اربعة في اثنين ناقص بي استاذ هاي المعادلة الثانية اوقف اوقف قبل ما تكتب عليها معادلة الثانية اسألك سؤال هاي اقدر احلها رأسا بدون ما نسوي حذف؟ هاي المعادلة هاي تقدر تحلها؟ اي لو لا جاوبني طبعا اي ليش؟ المعادلة بالرياضة من يصير بيها بس حرف واحد تنحل رأسا فهي بيها بس بي فنقدر نحلها بدون ما نسوي حذف يعني الثانية هاي اقدر احلها شلون؟ اتخلص من سالب اربعة طبعا اقسم على سالب اربعة يروح هاي راح سالب اربعة والصفر شو تسوي له يبقى صفر خطيه جوكر صفر يساوي اثنين ناقص بي كل تكعيب التكعيب شلون تتخلص من عنده بالجذر تجذر الطرفين استاذ هاي شنو اي مو صفر شو تسوي له يبقى صفر راح التكعيب ايش قد راح تطلع البي عندك راسا بدون لا سويت حذف ولا شيء راح تصير صفر تساوي اثنين ناقص بي انقل السالب بي البي طلعت اثنين شوف هاي المعادله انحلت راسا شلون تطلع الاي اكيد هي معادله بها اي بس معادله واحد تعوض البي بمعادله واحد اوكي ايش راح تصير عندك ستة تساوي اي ناقص اثنين ناقص اثنين شوف عوضت البي هاي عوضت اثنين اوكي اس اربعة تمام اثنين ناقص اثنين كلها تروح صفر ايش قد طلعت الاي الاي طلعت ستة وتروح تطلع النقطة الحرجة مثل قبل شوية اما تكون عظمى او صغرى هي النقطة الحرجة 2 ب 6 شو تسوي 2 ب 6 مثل ما علمتك هي 2 ب 6 تاخذ الاكس اللي هو 2 تخليه على خط الاعداد مرة تاخذ رقم اصغر منه 1 ومرة رقم اصغر منه 0 شنو 3 تعوض بالمشتقة وتشوف اذا طلع 8 عظمى اذا طلع 7 صغرى كمله انت عوض بالمشتقة مرة واحد ومرة ثلاثة إذا يطلع ثمانية تقول النهاية عظمى وإذا طلع شو اسمه سبعة نهاية صغرى هذني أسئلة واجبات لكم أريد تحلوهن شوف هذا السؤال هذا انتبه هنا غلط بي وسي جد قيمة بي وسي أوكي لتكن طبعا هاي المعادلة بيها حرفين بي وسي يعني هيطلب مني حرفين يعني ملاحظتين وكانت سالب واحد باثنين نهاية عظمى محلية رأسا ملاحظة اثنين هاي شنو؟ نقطة ودالة يا ملاحظة، ملاحظة واحد. خلاص الملاحظة واحد وملاحظة اثنين، تسوي كم معادلة؟ معادلتين تحلهم بالحذف. اوكي. جت قيمة ايه؟ ثم ها بعد ايش قال؟ هل توجد نقطة انقلاب؟ هاي ثم. نقطة انقلاب شلون اطلعها؟ شرحت انا موضوع كامل. تشتق مشتقة أولى، بعدين مشتقة ثانية. بعدين الصفر. بعدين تطلع اكس. تخليه على خط الأعداد، تشوف الاكس إذا طلعت تقعر بتحدب وتقول له اكو نقطة انقلاب، اوكي؟ إذا ما طلع كله تقعر أو كله تحدب ماكو نقطة انقلاب، فهمت الفكرة؟ فهاي بالنسبة للمطلب الثاني، المهم هسه راح تسوي ملاحظة واحد وملاحظة اثنين، انتبه. ملاحظة واحد تعوض النقطة بالدالة بس، ملاحظة اثنين مال النهاية تشتق مشتقة أولى صفر تعوض، طلعت معادلتين تحلهم بالحذف يطلع السي البي والسي، وراها بالمطلب الثاني طلع الانقلاب من المشتقة الثانية. اوكي. هذا شنو السؤال؟ إذا كانت طبعا هذا هم يعني بي حرفين بي وسي يمر بالنقطة دالة أو نقطة
يا ملاحظة، ملاحظة واحد زين، وكان للدالة نقطة انقلاب. أوقف 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 أوقف، هيا ملاحظة الثالثة. هنا صارت عندي ملاحظة واحد وملاحظة ثلاثة. الانقلاب، ومنطيق طبعا الأكس معلوم، الانقلاب شو تسوي لازم بالانقلاب؟ ركز لي شوي على هذا السؤال باوع. هنا راح تشتق مشتقتين والصفر وتعوض هذا الأكس مع الانقلاب زين، بينما ملاحظة واحد تعوض هذا الأكس والواي بهاي الدالة. حسوي معادلتين وتحلهن ويطلع البي والسي، ثم جد نقطة النهاية العظمى. سهلة، تعرف شلون طلع النهاية العظمى؟ انه تشتق مشتقة اولى والصفر وطلع النهاية العظمى. زين، نهاية انا هذا الموضوع ما النهاية العظمى يعني شارحة لك، تعرف شلون طلع النهاية العظمى او حتى الانقلاب هم شارحة لك. زين، انا شوي اردح لكم بعد مثال، لان اثنينات وزاريات هذا بال 99 جاي وذاك بال 2005 مو مال الكتاب يعني، يمكن اخذ بعد مثال شوي حتى نتقوى اكثر. ما ادري هذا الرقم صحيح لو غلط، اشك به صراحه. هذا الرقم يمكن به خطا صاير. طبعا بعد ما رجعنا للفار لقينا انه اكو خطا بالسؤال هنا قبل ما نحلهم زين، انا راسا حسيت به سبحان الله. هاي النقطه مو هيك طبعا، غلط، خطا مطبعي، رجعنا للفار وشفناها. النقطه الصحيحه هي 1 ب 2، فراح احل هذا السؤال. جاي 2007 دور اول. الله ويك التي ونس محمود والكله مال يونس هذا اجى زين. بالتسعين حاطة على السعودية. جتي في راسك؟ ما عليه طلاب. إذا كانت، يلا إذا كانت شبيهة هاي الدالة طبعا بيها حرفين A و B. حلو، جد قيمة A و B جد حلو، صريح يا أخي هذا، صريح كله صريح. يريد مني حرفين يعني ملاحظتين لازم أطلع له. أوكي، إذا علمت أن المنحنى نقطة انقلاب انطاني نقطة. شباب نقطة ودالة بس قلوا لي يا ملاحظة، نقطة ودالة، نقطة ودالة، ملاحظة واحد. حمودي نقطة ودالة يا ملاحظة. وان عافية بالانجليزي. زين، نقطة انقلاب يا ملاحظة شبابنا. تو لك ثري ملاحظة، يعني قصدك مشتقة تو. اي بس ملاحظة ثالثة بالترقيم، ملاحظة ثالثة. اذا حنستخدم ملاحظة واحد وملاحظة ثلاثة ونسوي معادلتين ونحلهم. اوكي، خلينا نبلش ملاحظة واحد السهلة. ننزل الدالة اي اكس تكعيب، اكتب النقطة بصفر. طبعا طلاب هذا يعتبر الاكس وهذا الواي. الواي هو يتعوض بدال اف للاكس، يعني هذا يعتبر هو الواي، يعني هاي الاثنين حتخليها بدال اف للاكس. اما الاكس هو ايش قد قيمته؟ واحد، فراح اعوضه واحد. الاكس هو شنو قيمته؟ واحد، اعوضه واحد. الاثنين تنزل، اي في واحد اي، بي في واحد بي. هاي ملاحظة رقم واحد. اوكي، نروح على الملاحظة الثالثة. الملاحظة مال نقطة انقلاب، انتبه لازم تشتق مشتقتين، يعني اول شيء تشتق مشتقة اولى لازم. يلا سويه. اي اكس تكعيب طبعا الثلاثة تنزل تنضرب بالاي تصير ثلاثة عفوا اي، تطرحها من هذا اس واحد يصير اكس تربيع، تضرب الاثنين في البي يصير اثنين بي اكس. اوكي، طبعا انتبه الاكس معلوم مال نقطة انقلاب اللي هو واحد، لازم الاكس معلوم. انا قايل لكم لا، دقيقة دقيقة، خلينا نكتب هسه نشتق مشتقة ثانية احسن. نرجع نشتق مشتقة ثانية، نفس القاعدة نعيدها. اثنين في ثلاثة، حمودي ليش بدنا نشتق مشتقتين؟ لان ايش قال هو نقطة شنو؟ انقلاب. عافية. اثنين في ثلاثة اي، ستة اي اكس، اثنين بي اكس مشتقتها بس اثنين بي، ناخذ بس المعامل. اي هسه نكتب بصف الاكس اللي هو واحد. احنا نعرف انه بنقطة الانقلاب بالملاحظة الثالثة نشتق مشتقة ثانية، نصفر نعوض. راح اسوي اصفر وراح اعوض الاكس. ستة اي في واحد زائد اثنين بي. ها بيهم اختصار كلهم على اثنين. لاحظ لاحظ، الاثنين يقبل على اثنين، الستة على اثنين والصفر على اثنين. شو راح تطلع عندي المعادلة؟ المعادلة الأصلية بس خلاص أغرها شوي دقيقة. يلا المعادلة اللي راح تطلع عندي شنو هي؟ الصفر يبقى صفر، ستة على اثنين ثلاثة اي، والاثنين يروح يبقى بس بي، معادلة رقم اثنين. خلاص سويت معادلتين، راح أجي أحلهم بطريقة الحذف. شلون؟ أول شيء طبعا كيفك، تنزل الأولى والثانية تريد بالبداية، منو أول وحدة تريد؟ وأنا هسه عاجبني أنزل الثانية.
تكتب الثانية 3A. ها شباب ترى راح أخلي الـ A والـ B من جهة اليسار عادي، يعني أقلب بالهاي هاي يساوي صفر، هاي معادلة الثانية هيك اللي عجبني. بعدين راح أخلي الأولى جواتها، الأولى شنية A زائد B يساوي 2. زين طلاب إحنا نعرف بالحذف لازم الحرف يكون نفس الأرقام عكس الإشارة. هسه مو نفس البي، شوف مياتهم نفس الارقام بس مو عكس الاشاره، فتضرب هاي بسالب هذا يصير سالب، هذا يصير سالب، هذا يصير سالب، البي راح وين البي؟ 3 ناقص 1 2 اي، 0 ناقص 2 ناقص 2، قسم لي المعادله على 2، الاي طلعت سالب 1، الاي طلعت شنو؟ سالب 1. حروح اعوض الاي لو بمعادله 1 لو 2، من الاسهل لك؟ شوف معادله 1 كيفك، معادله 1 شنو هي؟ زائد بي، هذا الاي راح اعوضه هنا سالب 1، انقل السالب 1 يصير موجب 1، البي يطلع 3، 2 زائد 1 3. خلص السؤال بهذه البساطه. طبعا تقدر تعوض الاي بمعادله 2 هم نفس الناتج يطلع لك سالب، العفو يطلع لك موجب 3، يطلع لك شنو؟ موجب 3. زين نروح على الاسئله الاقوى ونقول الدسمة أكثر. هذا راح أخلي واجب، هذا نفس الفكرة اللي شرحتها قبل شوية. طبعا هنا أنا بس ركز، يريد بس حرف واحد، اعطيني هاي الدالة ويريد مني بس حرف واحد، علما أن الدالة تمتلك نقطة انقلاب. خلاص أنت شرح تسوي هنا يا ملاحظة، بس الملاحظة الثالثة، يعني أنت أول شيء أفل الأكس باوع، صعد الأكس فوق قبل ما تشتق. يلا ملاحظة الثالثة، كم مرة تشتق؟ تشتق أول شيء أولى، بعدين ثانية، أوكي بعدين الصفر، الأكس طبعا معلومة قد ما أعطيك إياها واحد، تعوض الأكس تطلع لك الأي، تعوض الأكس يعني بس تطبق ملاحظة ثلاثة، طبق ملاحظة ثلاثة، تشتق مشتقتين، صفر تعوض الأكس تطلع لك الأي، هو حرف واحد. من قد حلو بالموضوع، من يعطيك حرف واحد يعني بس مو ملاحظة واحدة تسوي، بس دير بالك بي ثم، الثم بين ان الداله لا تمتلك نهايه عظمى، هذا بالضبط حليناه بالموضوع اللي قبل ايجاد الثوابت، اللي هو موضوع ايجاد استخدام المشتقه الثانيه في ايجاد النهايات، راح تلقى السؤال نفسه بس هو شنو؟ طبقه ويا هاي الفكره. نطب الاسئله الدسمه او هنا لا، هذا خلي هذا السؤال دير بالك مرشح مو دسم، بس يعني شويه مرشح انتبه عليه، مرشح ومهم. زين شو يقول السؤال؟ عين قيمتي ثابتين، حلو، حرفين يريد مني اي وبي، يعني كم معادله حسوي؟ معادلتين. لكي يكون لمنحني الداله اللي طبعا هو طبعا ما مسميه اف للاكس، نفس الشيء واي، نفس الشيء ترى واي هو نفس اف للاكس، اوكي انطاني هاي الداله عندها نهايه عظمى محليه اول شيء، والاكس مالتها سالب واحد، اوكي النوبش عدا بعد نهاية صغرى محلية والاكس مالتها 2. طبعا هاي ثم جد نقطة انقلاب، خلوه بالمطلب الثاني شوف شلون نطلع نقطة الانقلاب. هسه خلونا نحير انه شلون نطلع الاي والبي. حمودي السؤال اسالك، هنا أنا ملاحظة واحد موجودة؟ لا، ليش؟ لان ماكو نقطة، احنا ملاحظة واحد لازم اكو نقطة، يعني لازم اكو هيك قوس مو اي اكس واي. زين هنا يا طلاب ماكو ملاحظة واحد، لا تشكوا يا ملاحظة، هتستخدم الملاحظة أم النهاية اللي هي ملاحظة 2 هتستخدمها مرتين، مرة قال نهاية عظمى وانطاني الأكس مالتها، ومرة قال نهاية صغرى همينة ملاحظة 2 بس الأكس مالتها يختلف، يعني هتسوي الملاحظة 2 مرتين. شنو يعني صار ما فهمت؟ يعني هو كله مشتقة أولى والصفر بس راح يفرق عندك الأكسات، هنا تعوض الأكس سالب 1 بالنهاية العظمى، هنا تعوض الأكس 2 بالنهاية الصغرى، النهاية الصغرى، اوكي؟ فراح تطبق ملاحظة 2 مرتين حتى تسوي معادلتين. يطلع من عندها الاي والبي، انت ايش راح تسوي؟ يعني كلها راح تشتق انت. مشتقة أولى. هاي شنو مشتقة اكس تكعيب؟ 3 اكس تربيع زائد 2 في اي 2 اي اكس 2 بي اكس شنو مشتقته؟ بس بي. شوف هنا أنا راح ناخذ اول شيء النهايه العظمى، نهايه عظمى محليه اللي هي قد الاكس مالتها سالب واحد، هنعوض هنا أنا. هنا ايش راح ناخذ؟ نفس المشتقه اكتب لي اياها، هي ملاحظه ثانيه مرتين راح نطبقها، نفسها نفسها
هنا راح ناخذ النهايه الصغرى المحليه، النهايه الصغرى محليه اللي هي الاكس مالتها 2. اللي حيفرق عندي بس تعويض الاكسات، يعني اثنيناتهم انت راح تصفر. يعني هسه انا ايش راح اسوي؟ راح اصفر واعوض الاكس، بس الاكس مال النهايه العظمى اللي هو سالب 1. 3 في سالب 1 تربيع 2 اي في سالب 1 زائد بي. سالب 1 يروح بالتربيع فثلاثة يبقى بس. هذا لا دير بالك، السالب بالموجب، السالب بالموجب سالب 2 اي زائد بي. دائما اعلمك شغله انه خلي الحروف بطرف والارقام بطرف، انقل الثلاثة هنا تصير سالب 3 تساوي سالب 2 اي زائد بي. اكتب على هاي المعادلة رقم 1. روح لي هنا نفس العملية، هم صفر بس انا راح اتعوض الاكس اللي هو 2 اللي هو النهاية الصغرى. اوكي راح نجي نقول 3 في 2 تربيع زائد 2 اي في 2 زائد بي. طبعا 2 تربيع 4 في 3 12. 2 في 2 4 اي زائد بي. انقل ال 12 تصير سالب. هاي اكو طلاب اكثرية يقولون ايه باختصار على 4 كيف؟ اقسم على 4. حبيبي الاختصار لازم كلهم على 4، البي ما بي 4 فما يصير تقسم على 4، ما بي اختصار. با هذا بي هذا بي بس هذا ما بي، لو هنا اكو رقم يقبل قسمة على 4 اقول لك يختصر، فما هي ما بي اختصار. هاي معادلة رقم 2. حنروح نحل 1 و2 بالحذف. حنروح نحل 1 و2 بمن؟ طريقة الحذف. دقيقة خلي ارفع هاي. هسا اجي انزل طبعا كيفك يا معادلة اللي تنزل اول شيء. معادلة المساحة. يلا نكتب، خليني اكتب انا اليوم عاجبني اكتب 2 اول شيء، معادلة 2 حكتب. طلاب ايش راح اسوي؟ راح اكتب 4 اي زائد بي من هالطرف اول شيء. تساوي ايش قد تساوي؟ سالب 12. هاي معادلة 2. هسا حخلي جواها معادلة 1. معادلة 1 اكتب الاي اول شيء، سالب 2 اي زائد بي يساوي سالب 3. احنا شنو بطريقة الحذف طلاب؟ لازم يكونون عكس الإشارة، اللي يريد نحذفه لازم يكون عكس الإشارة. فهنا طبعا ذول نفس الأرقام بس نضربها هاي بسالب. طبعا هذا حيصير موجب، هذا حيصير سالب، هذا حيصير موجب. تمشي على الإشارات الفوق الحمر. البي راح ويا البي. 4 زائد 2 6 اي. سالب 12 زائد 3، انتبه إشارة الكبير سالب. نطرح 12 من 3 يطلع 9. قسم على 6. اختصار بها. هاي بيها 3 على 3، هاي بيها 2. ايش طلع الاي عندي؟ سالب 3 على 2. هذا الاي، اوكي؟ هذا الاي. هسه طبعا بكيفك لو تعوضها بمعادله 1، لو بمعادله 2، يا هاي تعجبك يا هاي تعجبك، انا حعوض بمعادله 1، ايش احس اسهل؟ حنقول حنعوض يا معادله، معادله 1، خلي اكتب معادله 1 اول شيء دقيقه. سالب 3 يساوي 2 اي، سالب 2 اي عفوا. زائد بي. حتجي شو تسوي؟ هذا الاي تعوضه هنا. حتطلع البي لان هو رايد مني حرفين. سالب 3 يساوي سالب 2 في سالب 3 على 2. ال 2 ويا ال 2 تروح يبقى سالب 1. سالب في السالب يصير موجب 3، يصير عندي شنو؟ موجب 3. سالب 3 يساوي سالب السالب موجب 3. انقل 3 سالب 3 سالب 3 البي طلعت سالب 6. انت اخذت هسه مو درجه كامله، ليش؟ لان ابو السؤال بمطلبين يريد وراها نقطه الانقلاب. نقطه الانقلاب لازم تشتق مشتقه ثانيه. ايش راح اسوي انا حتى اقدر يعني اخلي المطلب الثاني من جهه اليمين؟ انا راح اكتب المطلب الثاني. اوكي هذا يا مطلب، المطلب الثاني. المطلب الثاني انه يريد نقطة الانقلاب، نقطة الانقلاب لازم تشتق مشتقتين، يعني اطلع واي فتحتين. يلا سهلة، انت عندك واي فتحة، اشتق فوقها 3 اكس تربيع 6 اكس، مو تضرب الاثنين في 3. زين 2 اي اكس بس 2 اي. حلو، البي مشتقته صفر. دير بالك الحروف هنا من وحدة حالة من حال الارقام، صفر مشتقتها. نصفر المشتقة الثانية. لحظة أنا عندي قيمة الأي راح أعوضها. ايش قد قيمة الأي طلعناها؟ مثل لو أعوضها بالمشتقة الثانية أو دقيقة دقيقة قبل ما صفر. ايش قد طلعنا الأي؟ هاي سالب 3 على 2 جوانب. ظننا صدق. واي فتحتين قبل ما صفر، خلي أتخلص من الأي.
هاي الاي انا عندي قيمتها ايش قد طلعتها سالب 3 على 2 2 ويل 2 تروح سالب بالموجب ها صارت الواي فتحتين هسه 6 اكس سالب 3 هسه على هاي بعد نحل اوكي يلا نجي نصفرها ونطلع الاكس قسم على 6 الاكس طلعت 1 على 2 وين اروح اخلي الاكس هسه طلاب اروح اخلي الاكس على خط الاعداد هذا موضوع انا شارحه قبل ايجاد الثوابت المفروض تضبطيه مره ناخذ اقل منه اقل من نص صفر مره اعلى منه 1 وين نعوضهم بالمشتقة الثانية وين نعوض بالمشتقة الثانية مرة نعوض الصفر مرة نعوض الواحد الصفر يصير 6 في 0 ناقص 3 يطلع الإشارة ناقص تحدب الواحد 6 في 1 ناقص 3 يطلع الإشارة موجب إذن أكو نقطة انقلاب طبعا أكو نقطة انقلاب تقول له نعم يوجد نقطة انقلاب أوكي تعوض النص بالدالة الأصلية وتطلع الواي أنا راح أخلي واجب هذا هنا أطلع الواي تقول له نعم يوجد نقطة انقلاب وتكملها طبعا أطلع الواي مالتها هذا المطلب الثاني طلاب حليت لكم إياه من يقول لك أريد نقطة انقلاب ماشي هذا السؤال كامل حصعده لك فوق لك أبرة شوية دقيقة هذا السؤال دير بالك منه من الأسئلة المهمة جدا وخطلع الأول شيء الأي والبي وراها تروح تطلع نقطة انقلاب روح على السؤال اللي بعده هذا السؤال اكتب عليه مهم جدا 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 من نون تريد بالألف ومرشح دير بالك منه هنا نحن ناخذ أول سؤال بثلاث حروف عوفك من هذا سؤالي وياك إذا ثلاث حروف كم معادلة راح تسوي ثلاث معادلات زين هذين اللي ثلاث معادلات هل نروح نصير نحلهم بالحذف ثلاثتين لا الثلاثه تاخذ منهم اثنين تحلهم بالحذف ايش قد بقى عندك هسه هم ثلاثه خذت منهم اثنين حليتهم بالحذف هاي البقت ظهر هاي البقت ظهر هذول الاثنين انا هذول الاثنين حليتهم بالحذف راح اطلع من عندهم معادله شو اطلع عندهم معادله وعندي وحده ضميتها ارجع مره ثانيه احل بالحذف يعني شوف مرتين حتحل بالحذف ماشي حتى تطلع عندك المعادله زين مرات لا يعني مرات ما تحتاج مرات تنحل عندك راسا حسب الحاله بس بالمجمل انت لازم تسوي ثلاث معادلات كم معادله تسوي ثلاث معادلات يلا نجي نحل السؤال نقرا السؤال اذا كان اف للاكس تساوي طبعا تلاحظ ان انا اكو ثلاث حروف اللي هم الاي والبي والسي وكانت اف مقعره اكس اكبر من واحد دير بالك كلمه تقعر هسه اقول لك شنو معناها وتحدب مقعره ومحدبه الاكس مالتهم واحد هاي ما عليك بها الاكس مالتهم واحد التقعر والتحدب بملاحظه عفوا ملاحظه ثالثه مبينه يعني وللداله نقطه نهايه عظمى ها النوبه عندي نهايه عظمى طاني هاي شنو وقف طاني هذا النقطه مالتها وانطاني نقطه وداله ما شاء الله طلعنا ثلاث ملاحظات يريد قيم الثوابت A و B و C حبيب قلبي أول شيء من راد مني ثلاث حروف إذن لازم ثلاث ملاحظات وأني أصلاً شارح لك بس ثلاث ملاحظات فإن هنا ثلاثة ماكو غيرها زين لأن الرابعة والخامسة بعد ما أخذهم باوع أول ملاحظة تقول لي أستاذ عندي نقطة ودالة ملاحظة واحد نعوض النقطة بالدالة أقول لك صحيح ثاني ملاحظة تقول لي أستاذ هذا قال تقعر وتحدب هاي الملاحظة الثالثة تقعر وتحدب يا مشتقة ثانية بس دير بالك التقعر والتحدب الاكس مالتهم هذا واخر ملاحظة قال لي نهاية عظمى نهاية عظمى محلية يا ملاحظة الملاحظة الثانية يابه والاكس مالتها دير بالك سالب واحد شوف الملاحظة الثانية الاكس مالتها سالب واحد الملاحظة الثالثة الاكس مالتها واحد كل وحدة تاخذ الاكس مالتها صح يلا نبدي بتسلسل طبعا احنا كيفك تريد يا ملاحظة تبدي بها براحتك انا حبدي بملاحظة واحد ملاحظة واحد انزل الدالة اول شيء واكتب النقطة بصفة النقطة اللي هي سالب واحد بخمسة طبعا تعرفون الملاحظة واحد نعوض الاكس والواي اف للاكس يعتبر واي وهذا الاكسات راح اعوضهم دقيقة هسه الواي نعوضه خمسة
شكو اكس راح اخلي بداله سالب واحد. سالب واحد حلوه الملاحظه الاولى، بس نعوض نعوض الاكس والواي. زين الواي ترى هو اكرر الواي هو نفسه اف للاكس. اوكي زين السالب بالاس الفردي ما يروح يبقى فيصير سالب اي لان اس فردي. بالاس الزوجي يروح يبقى هذا لا ما ياثر موجب بي. هنا لا تضرب الاشارات سالب بالموجب سالب سي. هاي معادلة واحد طلعناها من أول ملاحظة اللي هي قبالك ملاحظة معادلة رقم واحد. نروح هسه خلي نروح على الملاحظة الثانية أحسن اللي هي مال النهاية العظمى محلية. نشتق مشتقة أولى. يلا نجي نشتق على كيفنا. هاي الثلاثة تنضرب بالأي يصير ثلاثة أي نطرح من الأس واحد أكس تربيع. زين الملاحظة الثانية تعرف مشتقة أولى نصفرها نعوض. أوكي زين نضرب الاثنين تصير 2 بي اكس والسي اكس مشتقته بس سي. السي اكس مشتقته بس سي. طبعا انت هنا لازم الاكس معلوم دير بالك ما النهايه عظمى ايش قد الاكس سالب واحد. يلا شو نسوي وراء ما عندنا ما نشتق نصفر ونعوض الاكس بدال هذا حصير 3 اي في سالب واحد تربيع زائد 2 بي في سالب واحد زائد سي. زين التربيع يوخر السالب فتبقى 3 اي هاي ما ياثر. هنا أنا لا السالب تضربه بالموجب يصير سالب 2 بي زائد سي. هاي المعادله طلعت سميها معادله رقم 2 سميها معادله رقم 2. اوكي بقت يا ملاحظه الاخيره عندنا اللي هي ما التقعر والتحدب الملاحظه الثالثه. هنا لازم شنو مشتقه ثانيه نشتق مشتقة ثانية نشتق هنا. المشتقة الثانية من المشتقة الأولى طلاب هاي شوفوا منها طلعوها ترجع تشتق فوقها 2 في 3 أي إكس 6 أي إكس 2 بي إكس مشتقتها بس 2 بي. أوكي والسي مشتقته صفر خلي ولي. شوفوا هنا الإكس دير بالك ما تقعر وتحدب وتحطها واحد. يلا شو نسوي ملاحظة ثلاثة طلاب نصفر المشتقة الثانية ونعوض الإكس تمام صارت 6 اي. هسه شنو طلاب هاي بيها اختصار على 2 صفر تساوي 3 اي زائد بي معادله رقم 3. يا معادله ومعادله راح تحل هذا السؤال اللي اطرحه عليك. تحل 1 ويا 2 لو تحل 1 ويا 3 لو تحل 2 ويا 3. اعطيك ملاحظه كلش مهمه لازم المعادلتين اللي تحلهم لازم نفس عدد الحروف. شلون يعني؟ يعني مو تجي تقول لي استاذ ها احل المعادله الاولى ويا الثالثه، حبيبي الثالثه بيها حرفين. الاولى بيها ثلاث حروف، ما تقدر تحل الاولى ويا الثالثه. ولا تقدر تحل الثانيه ويا الثالثه، لان الثانيه بيها ثلاث حروف. الاولى الثالثه بيها حرفين. تحل الاولى والثانيه لان اثنيناتهم بيهم ثلاث حروف. ايش راح نقول له؟ نقول له نحل معادله واحد مع معادله اثنين. تعال نزل لي معادله اثنين او معادله واحد بكيفك. حنزل معادلة اثنين هذه 3 اي ناقص 2 بي زائد سي تساوي صفر. نزل معادلة واحد جواها سالب اي زائد بي ناقص سي يساوي 5. طبعا عادي اذا تقلب تكتب واحد فوق واثنين جوا كلش عادي ما عليك بيها. المهم هنا السي من وحده راح تروح بدون ما تضرب بسالب هي راح تروح من وحده بالجمع راسا تروح 3 ناقص 1 2 اي سالب 2 زائد ها هنا أنا تاخذ اشارة الكبير وتطرح 2 ناقص 1 1 0 زائد 5 5. هاي المعادلة طلعت نسميها رقم 4 وهسه 4 احلها ويا اللي ما استخدمتها 3 هسه نحل 4 ويا 3 شفت شلون مرتين حذف هسه ايش راح نقول؟ هسه نقول نحل معادلة 3 مع معادلة 4 ننزل معادلة 3 هاي شوفها راح ننزلها 3 a زائد b تساوي 0. ننزل معادلة 4 اللي هي 2 a ناقص b تساوي 5. البي وي البي يروح من واحدة 2 3 a زائد 2 a 5 a يساوي 0 زائد 5 5 وما مبروك طلعت عدي ال a قد طلعت ال a عدي اقسم على 5 ال a طلعت 1. وين اعوض الاي هسه؟ طبعا اعوض اي لو بمعادله
أربعة لو بمعادلة دقيقة بس أظهرها شوية لو بمعادلة أربعة لو بمعادلة ثلاثة حتى يطلع البي. فأنا أشوف الأسهل إلي معادلة ثلاثة أربعة هم صحيح. هنقول هنا نعوض في معادلة ثلاثة حتى نطلع البي. معادلة ثلاثة وينها؟ هاي شوفوا طلاب هاي هاي هل أكتبها صفر تساوي ثلاثة A زائد B. هوخر الـ A خلي واحد ببدالة تصير صفر تساوي ثلاثة في واحد زائد B. أنقل الثلاثة تطلع البي تطلع البي سالب ثلاثة. بقى بس حرف السي بقى يا حرف السي وآخذ عشرة من عشرة. السي لو أعوض بمعادلة واحد لأن هي بيها سي لو أعوض بمعادلة اثنين لأن بيها سي. أنا أشوف الأسهل معادلة واحد أي واحدة صحيح. معادلة واحد بس حفظونا إياها اللي هي شنية سالب خمسة تساوي سالب إيه خلي أكتبها دقيقة خمسة تساوي سالب A زائد B ناقص C. زين تجي هسه شو تسوي انت ال A طلعته واحد حتعوضه وال B طلعته سالب ثلاثة حتعوضه. ايش راح يصير عندي؟ اوقف خلي اجي هنا انا اكتب خمسة تساوي ال A قد واحد بس هو مضروب بسالب يصير سالب واحد. ال B سالب ثلاثة وناقص C انا اريد ال C اصلا. هذول قد راح يصيرون سالب اربعة. زين انت السي تريد تطلعها صح لو لا؟ تنقل السي ذاك الطرف وتجيب الخمسة لهذا الطرف. سي تساوي سالب اربعة سالب خمسة. سي تساوي سالب تسعة. المصحح ترى بس يلقى الاي والبي والسي صحيحة ينطيك عشرة من عشرة. فدائما الاي والبي والسي من طلعها نخلي عليها مربع. خلي عليها شنو؟ مربع. شوف هنا انا الحذف استخدمناها مرتين. مرة بين الأولى والثانية طلعنا معادلة سميناها أربعة، الأربعة رجعنا حليناها وين الثالثة؟ وطلعت الأي طلعت البي طلعت السي. هذا السؤال كلش مهم كلش مهم وهذا السؤال حخليه واجب لكم نفس الفكرة. زين هم ثلاث حروف يريد مني أصلا هذا يمكن ينحل بدون ما أسوي حذف أتوقع. إيه طبعا جاي 2019 تمهيدي تطبيقي منطيك أي وبي سي ثلاث حروف قايل لك اول شيء نقطة حرجة نقطة حرجة ملاحظة اثنين حبيبي وهاي الاكس مالتها حلو. نقطة انقلاب يا ملاحظة ملاحظة ثلاثة حبيبي وهاي الاكس مالتها اللي هو واحد. نقطة ودالة يا ملاحظة ملاحظة واحد حسوا ملاحظة واحد واثنين وثلاثة وتحله. هذا السؤال حخليه واجب وحنزل حله بالقناة. على فكرة بالقناة رح اسوي امتحانات لكل فصل خلينا مساعدين ورح نخلي جدول لهذا الشيء. ابقوا ويانا بقت عندنا الملاحظة الرابعة والخامسة ونخلص الموضوع. طلاب الملاحظة الرابعة وصلنا والملاحظة الرابعة مرشحة من استاذ مؤمل عد احساس راح تجي بالوزاري هاي السنة. الرابعة كلش مهمة بعد يلا هاي اكو اكثر من هيك شيء. شنو هي الملاحظة الرابعة اللي هي شغلة اليمس؟ من يقول لي يمس بس اوقف لي هسه انا الرابعة راح اقسمها قسمين حكي حلو. الرابعة اي طبعا كل واحدة تختلف والرابعة خلي هنا بيه هنقسم الملاحظة الرابعة إلى اثنين. أنا بصراحة أرشح الأي حتى البي والله لو الأي لو البي واحدة من عندي تجي أقول لك يا من الأخير. الملاحظة الرابعة تخص كلمة يمس. شوف ممكن يقول لي بالسؤال إنه مستقيم طبعا مستقيم بمعادلة بالرياضيات معادلة مستقيم ينطيك إياها لازم مستقيم يمس منحني. منحني يعني دالة قفل الاكس نفسه المنحني هو نفسه قفل الاكس. اوكي ايش راح نسوي بهاي الحالة؟ بس اوضح لك اياها بالرسم. ممكن يعني مثلا عندي فد منحني معين ورسم الدوال ان شاء الله راح تاخذوه مثلا نقول هيك رسمه. اوكي يابا اكو مستقيم يقول لي جاي طخ هذا المنحني ايش راح اسوي؟ هنا راح اطبق قانون الميل. شو راح تقول؟ حتقول هنا بهاي النقطة اللي راح تصير اللي هنا اللي مسوا بها هم اكيد طبعا هنا لازم الاكس يكون معلوم. على فكرة الاكس لازم يكون معلوم هاي هم لازم نكتبها. الاكس يكون معلوم الاكس اللي طخوا بها هم بهاي النقطة اوكي راح يساوي الميل مال هذا الاحمر المستقيم والميل مال المنحني ميل المماس مالته. فلذلك راح نقول هذا القانون ميل المستقيم يساوي ميل المنحني ميل المماس اللي هو F فتحة للإكس. يعني حنطبق هذا القانون M تساوي F فتحة للإكس. كنا نعرف نطلع F فتحة للإكس هاي سهلة لكن الشيء الجديد هنا اللي هو الM. شنو هذا الM؟ طبعا الM انت راح تطلعه على صفحة
شلون راح اطلع على صفحه. خلينا نكتب شلون نطلع الام. شلون نطلع الام؟ هاي شرح. اوكي الام على صفحه تروح وياي. انا حتى لا ما راح اضرب بيه حتى لا اطب عليها. هاي واحد. اوكي ثواني بس حتى ارتب السبوره هنا الرابعه بيه. هاي واحد. اوكي بعدنا احنا بالرابعه هي. خلينا بالرابعه هي. المهم نرجع هسه. اذا قال لك مستقيم يمس منحني، ميل المستقيم ميم، ميل هي حتى نفسها ميل بالعربي ميم. ميل المستقيم يساوي ميل المماس، هذا ميل المستقيم. الام شلون تطلعه؟ الام هو حينطيك ينطي معادله المستقيم. هاي لازم ينطيها. شو تفيدني هاي معادله المستقيم؟ طبعا معادله المستقيم بها اكس وبها واي، بها اكس وبها واي. هنا اشارات ما اعرف. اوكي المهم انت الام قانون ايش يقول؟ سالب فوق هاي بالقانون معامل اكس سالب معامل اكس على معامل واي. منين تجيب ذولا معامل اكس ومعامل واي؟ تجيبهم من معادله المستقيم. المعامل يعني الرقم اللي بصفه. هاي السالب ترى بالقانون موجوده، بالقانون هي موجوده. فراح تجيب معامل اكس ومعامل واي تخليهم تقسمهم، واكو سالب تخليه لا تنسى. اوكي راح يطلع عندك الام. الام تجيبها تعوضه هنا أنا. اوكي افتح الاكس انت تعرف تشتق الداله، بس اهم شيء تعوض الاكس. اكس معلوم حتطلع عندك معادله سميها معادله رقم واحد او رقم اثنين او اي رقم. اوكي فاذا هسه اريدك تعرف من يقول لك مستقيم يمس منحني بصوت عالي شو نطبق يا قانون؟ ام يساوي افتحه للاكس. شو نطبق؟ ام يساوي افتحه للاكس. افتحه للاكس تشتق مشتقه اولى، الاكس لازم يكون معلوم حتى تعوضه اكيد. الام طلع على صفحه من معادله المستقيم، دير بالك مو من الداله، من معادله المستقيم ينطيها بالسؤال هو اللي هو قانون شنو؟ سالب معامل اكس على معامل واي. من تطلع الام تجيبها تعوضها هنا، من تطلع الام تعوضها هنا وتطلع عندك معادله، تطلع عندك شنو؟ معادله. فهاي كلش مهمه مال المستقيم يمس منحني. نجي على الرابعه بيه. ممكن يقول لي هالمره منحني دا يمس منحني، ماكو مستقيم. اصدقاء بيناتهم المنحنيات راح يطخ الاخ. يعني مثلا خلينا نقول في الداله اسمها اف وداله اسمها جي. هاي اف وجي ذولا متماسان، قلت لك عليهم متماسان يعني واحد يمس الاخ. ايش راح تسوي هنا؟ تقول هنا نقول ميل المماس مال اف يعني مشتقه الاف تحط يساوي مشتقه الجي. حلو يعني تشتق الاف تحط يساوي تشتق الجي. طبعا لازم الاكس يكون معلوم، هي كلها كل ملاحظات الاكس معلوم. تلاحظون اكس معلوم ولازم نعوضه. فطلاب من يقول لي منحني يمس منحني مثلا اف وجي متماسان، هنا ماكو ام اصلا يعني ماكو مستقيم. مشتقه الاف تساوي مشتقه الجي، تشتق الاف نزلها تحط يساوي تشتق الجي. استاذ الاف والجي، الاف والجي ينطيهم بالسؤال، ينطيهم بالسؤال. هاي داله وهاي داله معلومات. تشتق هذا تشتق هذا تحط يساوي واكيد تعوض الاكس تطلع من عندها معادله. اذا هاي الملاحظه الرابعه اي، الرابعه عفوا بها اي وبها بي كلش مهمات، وحناخذ سؤال على هاي وسؤال على هاي. يلا نروح على الرابعه اي. نجي نقرا السؤال شو يقول. اذا كان منحني الداله، هذا السؤال يا مرشح بالعباس مرشح للموت. هي هانا قلت لكم الرابعه اي، لو يجي عليها فرع لو يجي على الرابعه بي كلش مهم هذا السؤال. شو يقول السؤال؟ اذا كان منحني الداله، اوكي انطاني داله حباب هذا زين، مقعره عنده. كمل هسه انت بعدين راح تفتهم. مقعره عنده يعني تقعر وتحدب الاكس واحد. اوكي تقعر وتحدب هي كلها ملاحظه واحده، تقعر وتحدب. ويمس اوقف، صارت ملاحظه رابعه من كلمه يمس. بس يا هي اي لو بي ما ندري. هسه منحني عندنا احنا منحني يمس، شي يمس؟ يمس مستقيم الرابعه اي. منحني ومستقيم رابعه اي. طبعا هاي معادله المستقيم اللي قلت لكم طلع من عندها الام. عند النقطه، الله نقطه وداله. المهم كم حرف يريد مني؟ واحد اثنين ثلاثه. اني لازم ثلاث ملاحظات عندي، واحد واثنين وثلاثه واربعه، الرابعه بيها اي وبي يعني تقريبا خمس ملاحظات عندي انا اطلع من عندهن، لازم ثلاثه. اول ملاحظه السهله تقول استاذ مؤمل هاي نقطه وهاي داله ملاحظه واحد. اقول لك عافيه بالبطل، صح ملاحظه واحد نقطه وداله، نقطه وداله نقطه وداله، يا ملاحظه يا ملاحظه واحد. نجي
استاذ قال كلمة تقعر وتحدب، انت مو قلت لنا من يقول تقعر وتحدب ملاحظة ثلاثة؟ بطل، الاكس مالته معلوم اللي هو واحد. بالمناسبة التقعر والتحدب ما يحط اكس يساوي، يحطها اكبر واصغر، فهي نفسها تاخذ هاي اكس واحد. زين، بعد يمس مستقيم، منحني يمس مستقيم شباب، ملاحظة الرابعة اي، ملاحظة الرابعة شنو؟ اي الرابعة قلنا بها اي، وبها هاي الاي اللي هي شنو قانونها ام تساوي اف فتحة للاكس. هسه ثلاث ملاحظات عندي، ابلش بالاولى، يعني الاولى اسهل وحدة بيها. ابلش بالاولى، طبعا النقطة ايش قد النقطة؟ النقطة 3 ب 1، تعرفون انتو نعوض الاكس والواي. الملاحظة الاولى سهلة، هذا يعتبر واي ترى اف للاكس، هاي 100 مرة حكيتها. اوكي يلا الواحد نعوضه هنا، الاكس 3 دير بالك 3 تكعيب زائد بي في 3 تربيع زائد سي. زين 3 تكعيب هو 27 في اي 27 اي، 3 تربيع هو 9 في بي 9 بي زائد سي. هاي طلعت طبعا اكتب عليها معادلة رقم 1، حكي حلو يا ابي، هاي معادله واحد من اول ملاحظه طلعناها، من اول ملاحظه طلعناها. هسه استاذ شو بلش بالثالثه لو بالرابعه؟ انا اشوف بلش بالرابعه اي، لان مشتقه اولى بها. الملاحظه الثالثه بها مشتقتين، خليها بالاخير. طبعا هي ما تاثر بكيفك، بس انا راح اطبق الملاحظه الرابعه اي. الملاحظه الرابعه اي، اكتب لي القانون اول شيء اريد، شنو مستقيم يمس منحني؟ ام يساوي اف فتحه للاكس. اوف لي هاي كلها، روح طلع لي الام. انت عندك معادله مستقيم اي، رد لي اياها. طبعا على الصفحه راح اطلع الام، واي زائد 9 اكس. هاي تقدر اطلع من عندها الام؟ تقدر نعم. شنو قانون الام؟ سالب معامل اكس. ايش قد معامل اكس بيها؟ 9. ايش قد معامل اكس؟ 9. تكتب 9 هنا، بس طبعا هذا السالب مال القانون. معامل الواي، معامل الواي 1، تكتب 1. قد طلعت الام سالب 9. اذا هسه هنا ايش راح تكتب؟ انت راح تكتب سالب 9. تعال افتح الاكس سهله، ايش تقع 3. ها بالمناسبه الاكس معلومه ايش قد؟ شلون تعرف الاكس مال الملاحظه الرابعه؟ هاي يعني كتبتها لك، بس دقيقه ترجع تكتب لي هنا. انا شلون نعرف الاكس المعلوم؟ من كلمه عنده، من كلمه شنو؟ عنده. اوكي فهسه تعال، وين قال يمس المستقيم؟ عنده، هاي عنده، شوف من كلمة عنده ايش قد الاكس تاخذ لي؟ الاكس 3، الاكس معلومة 3. اوكي دير بالك اي، اشتق لنا الدالة هسه 3 اي اكس تربيع زائد 2 بي اكس. السي مشتقته صفر طلاب، فما تكتب اي شيء، حتعوض الاكس 3 مرتين، راح تصير سالب 9 تساوي 3 اي في 3 تربيع زائد 2 بي في 3. زين 3 تربيع هو 9 في 3 27 اي، 3 في 2 هو 6. هاي كلها بها اختصار على 3. راح اكتب المعادله الاخيره اللي هي معادله 2، شوف شوف تبسيط كان بها. يلا راح نجي نكتب المعادله، سالب 3 27 على 3 9 اي، 6 على 3 2 بي، هاي معادلة رقم 2، معادلة رقم 2، صارت عندي معادلة 1 ومعادلة 2، معادلة 1 ومعادلة 2. اجي هسه على اخر ملاحظة اللي هي انا عرفتها بالاخير، الملاحظة الثالثة. الملاحظة الثالثة لازم يشتق مشتقة ثانية. احنا عندنا اف فتحة، نطلع اف فتحتين، اف فتحتين تطلعوها من اف فتحة، هاي هاي مو هاي اف فتحة، هاي شوفوها حطيتكم عليها بالاحمر، تشتقوها بعد مشتقة. يلا نجي نشتقها، نضرب الاثنين في 3 6 اي اكس 2 بي اكس، مشتقته بس 2 بي. زين ايش قد الاكس مال التقعر والتحدب؟ دير بالك الاكس تاخذها 1. يلا الملاحظه الثالثه، نشتق نصفر نعوض، نصفر نعوض 1، طلعت المعادله 0 يساوي 6 اي زائد 2 بي. هنا لا تختصر، ليش استاذ ما اقسم على 2؟ عفوا لا تختصر، حتى تروح ال 2 بي ويا هاي ال 2 بي، ليش تتعب نفسك بالعادين؟ طبعا اذا تختصر تقسم على 2 لازم بالحذف تضرب في 2. هسه شوف راح نحل
الأولى ما نقدر نحلها لا ويا الثانية ولا ويا الثالثة، لأن الأولى بها ثلاث حروف. زين، إحنا لما نحل الحذف لازم عدد الحروف يكون متساوي، فما أقدر أحل الأولى ويا الثانية ولا أقدر أحل الأولى ويا الثالثة، لعد منو منو أحل الثانية ويا الثالثة. شو راح نقول؟ نحل معادلة 2 مع معادلة 3. أجي أكتب معادلة 2 طبعا على كيفي، 9A زائد 2B تساوي سالب 3. أنزل هاي معادلة 2، أنزل معادلة 3 قبالي، 6A زائد 2B. شوف ليش ما قسمتها على 2، شوف حتى 2 و 2B يروحون، لو مقسم هنا على 2 كان هاي صارت B، فمعناته أنا بقيت تروح رأسا. هنا أنا هنختصر الـ 2B بس لازم نضرب بسالب حتى يصيرون عكس الإشارة. 9 ناقص 6 3A، سالب 3 ناقص 0 سالب 3، قسم على 3 طلعت الـ A سالب 1. هسه وين اعوض الـ A؟ لو بمعادلة 3 لو بمعادلة 2 الأسهل 3، طبعا هي وحدة صح، هقول اعوض الـ A بمعادلة 3، يعني توخر هذا الـ A خلي بداله شوف سالب 1، سالب 6 انقلها صير موجب 6، قسم على 2 الـ B طلعت 3. بقت السي، واكيد وين نعوض من المعادله اللي بيها السي؟ بس المعادله الاولى حنعوض بالمعادله الاولى الاي والبي. هسه راح نقول شنو؟ دقيقه حتى بس اكتب المعادله، نعوض الاي والبي في معادله واحد حتى نطلع السي. معادله واحد خلي اردها بالله دقيقه بس اكتبها، 9B ناس كتبتها. يلا هسه نجي على كيفنا، الاي سالب 1 والبيج قد طلعناه 3، هنعوض تسعة في 3 زائد سي، هاي بعد طلع السي خلص انتهى السؤال. هذا حيصير شنو؟ 1 يساوي سالب 27 زائد 27، عندك 27 و 27 يروح، السي طلع 1. ترى المصحح بس يشوف الاي والبي والسي صحيحات ينطيك 10 من 10 رأسا، حتى ما يدقق بالحل، أنا متأكد إنه هو هيشوف الحل صحيح ليش يدقق بالحل. زين لهنا تمام هذا السؤال. أوكي هذا السؤال اللي مرشح ومهم كلش دير بالك من عنده، حنطيك سؤال لاخ راح أخليه واجب إليك، أريد أنت تحل نفس الفكرة، سؤال واجب بالضبط هم بيه 3 ملاحظات بعض بالوجه، مستقيم يمس منحني رأسا، ملاحظة الرابعة ايه كمل دالة ونقطة، ملاحظة واحد بعد بعدكم ملاحظة، نهاية محلية يا ملاحظة دير بالك، ملاحظة 2 هاي مو 3، الاكس مالتها 1 على 2. اوكي اطبق ملاحظة 1 بعدين 2 بعدين 4 ايه، وهاي طبعا من ورا ما تطلع تقول نوع النهاية بالاخير، شوف له شنو نهاية عظمى لو نهاية صغرى، هذا واجب ومرشح ومهم جدا. خلصنا الملاحظة الرابعة ايه، بقت عندنا الرابعة بيه. زين طلاب نجي على هذا السؤال اللي هو يخص الملاحظة الرابعة بي. اوكي الملاحظة الرابعة بي، طبعا المصور مالتنا اوكي ماشي زين. المهم هذا السؤال اكتب عليه مرشح ومهم، مرشح ومهم جدا، يخص الملاحظة الرابعة بي، الملاحظة الرابعة بي. زين يقول اذا كان طاني داله اسمها اف اوكي وداله اسمها جي، ايش بيهم ذوله؟ كان كل من اف وجي متماسان حبيبي، ملاحظه الرابعه بي، اللي هو منحني يمس منحني، مشتقه الاف تساوي مشتقه الجي. اوكي زين عند نقطه الانقلاب المنحني وهي 1 بسالب 11 جد قيمه اي بي سي، 3 ملاحظات. هاي شنو استاذ؟ نقطة ودالة يا ملاحظة واحد سهلة، وهاي رابعة بي بعد بس وحدة، بعد شوف ايش قايل ايش قايل ايش قايل، نقطة انقلاب تشلب بيها تشلب ملاحظة 3. اذا 3 معادلات راح نسوي ونحلهم بالحذف تطلع الاي والبي والسي. بلش اول شيء بملاحظة 1، نكتب الدالة على كيفنا،
واكتب النقطة. طبعا انت هتعوض النقطة بالاف مو بالجي، دير بالك بالاف، واكتب النقطة اللي هي واحد بسالب داعش. طبعا هذا اكس وهذا واي، اوكي؟ الواي هو نفسه اف للاكس على فكرة، فراح اعوض سالب داعش هنا، اوكي؟ هعوض سالب داعش هنا. زين الاكس هو واحد، راح اعوضه اي في واحد تكعيب زائد بي في واحد تربيع زائد سي في واحد. زين سالب داعش تساوي اي في واحد اي، بي في واحد بي، سي في واحد سي. هاي المعادلة طلعت سميها معادلة واحد، معادلة واحد، اوكي. كمل هسه يقول لي اوقف خلينا نشوف، نبدي بالرابعة بي، خلينا نبدي بالرابعة بي بعدين نروح على الثالثة. الرابعة بي انت راح تقول انه مشتقة الاف تساوي مشتقة الجي. طبعا لازم الاكس معلوم، شو راح تعرف الاكس من كلمة عنده؟ عند نقطة الانقلاب اللي هو ايش قد الاكس بيها؟ واحد. كل الملاحظات لازم الاكس معلوم، كل الملاحظات. زين مشتقة الاف تساوي مشتقة الجي، خلينا نشتق الاف اول شيء. هاي طبعا مشتقة سهلة، تضرب 3 في اي يصير 3 اي اكس تربيع. هاي هم تضرب 2 بالبي يصير 2 بي اكس. سي اكس مشتقتها بس سي. زين نجي هسه نشتق الجي، طبعا التليفون من يدق اضوج اروح اسوي ساينات. نجي الجي مشتقة الواحد صفر، سالب 12 اكس مشتقتها بس سالب 12. هسه اشتقيت الاف واشتقيت الجي، هعوض الاكس، هعوض الاكس. ايش راح يصير؟ 3 اي في واحد تربيع زائد 2 بي في واحد زائد سي. هاي كلها حتطلع عندي يعني معادلة من الملاحظة الرابعة بي. 3 اي في واحد 3 اي، 2 بي في واحد 2 بي زائد سي تساوي سالب 12. هاي اكتب عليها معادلة رقم 2. هسه نروح على، طبعا السؤال مهم دير بالك منه، نروح على اخر ملاحظة ظلت اللي هي الانقلاب. الانقلاب مشتقتين فلازم اطلع اف فتحتين. ملاحظة الثالثة تشتق مشتقتين الصفر تعوض اكس. طبعا الفتحه للاكس هي هاي طلاب شوفوها يا اخي، بدنا نصور يا حبيبي استاذ سجاد، استاذ سجاد دا اصور انا وفاتح بعد نبي يرمش لي الله لك. شنو ذولا؟ ما تقولي شنو ذولا جماعتي، والله تعبوني. زين نجي هسه مشتقه ثانيه منها حنشتق هاي. يلا 2 في 3 اي 6 اي اكس، 2 بي اكس مشتقته بس 2 بي، والسي مشتقته صفر، من كتبه صفر. الاكس مال نقطة انقلاب هي همينة واحد، شوف هنا كل الاكس واحد مشترك صاير الاكس. ولا من اشتق مشتقة ثانية نصفر ونعوض الاكس، اوكي؟ اكو اختصار هنا، هنا اختصر عادي على 2. صفر يساوي 3 اي زائد بي، اكتب عليها معادلة رقم 3. هسه يا معادلة ومعادلة نحل 100% الأولى ويا الثانية، لأن هاي بيها حرفين ما تقدر تحلها لا ويا الأولى ولا الثانية، لأن اثنيناتهم بيهن ثلاث حروف. هذا بيه ثلاث حروف وهذا بيه ثلاث حروف. أستاذ سجاد خلينا نكمل السؤال. هذا غير مو أستاذ سجاد رقم، شوي أنا تليفوني ما يسكت. الأولى والثانية راح نحل، نحل معادلة واحد مع معادلة اثنين. أوكي نكتب معادلة واحد أول شيء، شو راح أكتبها؟ راح أكتب أول شيء الحروف أي زائد بي زائد سي تساوي سالب داعش. نكتب معادلة 2، 3 اي زائد 2 بي زائد سي تساوي سالب 12. طبعا السي هو راح ينحذف لان هما نفس الارقام، بس لازم يكون عكس الاشارة. تضرب هاي المعادلة بسالب، هذا سالب هذا سالب هذا سالب، راح السي. تجي هسه هذا موجب عفوا يصير، دير بالك تنساه. اي ناقص 3 اي ناقص 2 اي، بي ناقص 2 بي سالب بي، سالب داعش زائد 12، إشارة الكبير ونطرح 12 ناقص داعش واحد. هاي طلعت تسميها معادلة رقم 4، معادلة رقم 4. هسه ايش راح نقول؟ حنقول راح نحل معادلة 3 ويا 4، حنحل معادلة 3. حلينا هيش فكرة هنا، نحل هسه معادلة 3 مع معادلة 4. اوكي اكتب اول شيء معادلة 3، 3 اي زائد بي تساوي صفر. النوم الملاحظة المعادلة الرابعة سالب 2 اي سالب بي يساوي واحد. رأسا هاي البي والبي تروح، اوكي البي والبي تروح رأسا. زين
3 اي ناقص 2 اي حتطلع اي راسا. 0 زائد 1 1 والاي طلعت 1. طلعت الاي اروح اطلع البي. هسه شوف الاي تعوضها بيا معادله عجبك. لا باع الاولى والثانيه ما تقدر، لو بالثالثه لو بالرابعه، انا افضل الثالثه اسهل. حنقول شلون حنعوض هسه الاي؟ نعوض في معادله 3 راسا حعوضاني طلاب. 0 تساوي 3 في 1 زائد بي. انقل 3 البي طلعت سالب 3. هسه الاي والبي وين تعوض؟ لو بالاولى لو بالثانيه حتى نطلع السي البقى. الاسهل لك الاولى من وجهه نظري، الاولى اسهل لك. زين هنجي هسه نعوض بالمعادله الاولى. دقيقه خلي اكتب المعادله الاولى ثواني. اول شيء سالب 11 طبعا ده اصغر صبوره ما تكفي طلاب السؤال ما شاء الله. عيني الاي طلعناه 1 والبي طلعناه سالب 3 حنعوضهم. 1 سالب 3 زائد سي. 1 سالب 3 سالب 2. زين انقل السالب 2 يصير موجب 2. السي طلع عندي سالب 9 وانتهى السؤال. طلعنا الاي والبي والسي حصغره لك كله بالكامل. زين طلعنا الاي والبي والسي. هذا بالنسبه لهذا السؤال. وصلنا للملاحظه الاخيره بموضوع ايجاد الثوابت، الملاحظه الخامسه طلاب. طلاب الملاحظه الخامسه انتبه لي عليها شويه زين، انا خليتها بالاخير. اذا اعطى بالسؤال نهايه عظمى او صغرى محليه بس باوع. هسه تقول لي ها استاذ مؤمل هاي ملاحظه اثنين. اصبر شويه، شلون ينطيك اياها؟ بشكل عدد رقم، ما ينطيك اياها اكس. انتبه ينطيك اياها عدد ويخليه بين قوسين او ما يخليه بين قوسين، بس رقم ينطيني. اذا شلون نفرق بين هاي وبين الثانيه؟ الثانيه من كان يقول نهايه عظمى او صغرى كان ينطيها اكس او نقطه. هنا أنا راح ينطيها رقم، بس رقم. يعني هنا أنا مثلا اقول لك يلا نهايه عظمى محليه تساوي 6. يقول تساوي هم يعني مرات يقول تساوي. خلي كلمه تساوي. تنفسها بشكل تساوي ورقم يخلي لي اياها. هنا أنا عدد رقم. يلا مثلا قلت لك نهايه صغرى محليه تساوي 6. ما تقول الثانيه هاي الخامسه، اذا يقول لك تساوي رقم يحط لك رقم. هاي الملاحظه الخامسه اللي هي الصراحه كلش سهله. شوف اولا هذا الرقم اللي قال لك عليه اللي يساوي اليه هذا راح ناخذه واي مو اكس، راح نعتبره واي. الاكس احنا راح نطلعه شلون؟ تتذكر خطوات بالنهايات شلون نطلع النهايه العظمى والصغرى المحليه؟ نفس الشيء. اول شيء نشتق مشتقه اولى. بعض شلون راح نطلع الاكس؟ نشتق مشتقه اولى، نصفر المشتقه الاولى، نجد قيم اكس. دائما حيطلع عندك قيمتين اكس. تروح شو تسوي القيمتين اكس؟ تخليهم على خط الاعداد. زين هسه انت واي عندك موجود، بابا واي عندك موجود، شنو اللي عوزي؟ بس اكس. الواي هو ما ناخذه من السؤال، هذا الرقم اللي اريد اطلع على الاكس. زين انا حيطلع عندي اثنين اكسات، يا هو من عندهم اخذه اخليه بصف الواي. هنا طبعا حتسوي الاختبار مال تزايد وتناقص. طلاب شوفوا هنا نعتمد على السؤال. اذا ابو السؤال قال نهايه عظمى تاخذ ام العظمى ام الثمانيه، يا هي تطلع ثمانيه منهم، هاي تخلي هاي هنا اوكي. اذا ابو السؤال قال نهايه صغرى، هو بالسؤال لو يقول عظمى لو صغرى، اذا قال صغرى تاخذ ام الصغرى. هنا حيطلع اثنين اكسات، انت لازم تاخذ وحده من عندهم. ترجع على السؤال، هو ايش قايل عن على نوع النهايه؟ عظمى تاخذ ام العظمى ام الثمانيه، صغرى تاخذ ام الصغرى، المهم تاخذ وحده من ذني تخليها هنا. صارت عندي نقطه. يعني تاخذ لو هاي لو هاي حسب السؤال مالتك، حسب المعلومه مالتك، اذا قايل عظمى تاخذ ام العظمى. هسه ايش راح تصير عندي؟ راح تصير عندي نقطه اكس واي. طلاب صارت نقطه اكس واي. واكو داله من يقول لي يا ملاحظه رجعنا. رجعنا على ملاحظه واحد. من عندي نقطة ودالة نعوض النقطة نقول هاي نرجع على ملاحظة واحد.
اللي هي شنو يا طلاب؟ نعوض النقطة بالدالة. إذا ملاحظة الخامسة ترجعني على واحد، هتعوض الاكس والواي هنا. إذا الملاحظة الخامسة طلاب ترجعني على ملاحظة واحد. شلون حي ودرج؟ رجعنا على ملاحظة واحد. فطلاب أعيد لك إياها شوية. الرقم اللي ينطيك إياه أول شيء شو وقت نعرف خامسة؟ من ينطيني نهاية عظمى وصغرى بشكل رقم وليس اكس. إذا اكس ملاحظة اثنين ليش واحد؟ إذا انطاني إياه بشكل رقم إن هذا رقم نعتبره واي، نعتبره واي. أوكي خليه الواي. يبقى الاكس، الاكس منين نجيبه؟ نشتق أولى نصفر راح يطلع عندي قيمتين اكس، نخليهم على خط الأعداد، نسوي الاختبار نشوف إذا عظمى ناخذ أم العظمى، إذا قايل صغرى ناخذ أم الصغرى. المهم ناخذ وحدة من عندهن وتصير عندي نقطة. من صارت عندي نقطة ودالة ترجع على ملاحظة واحد، نعوض النقطة بالدالة. نعوض النقطة وين؟ بالدالة. ماشي طلاب؟ إذا الملاحظة الخامسة ترجعني على الملاحظة الأولى. قبل ما أخذ السؤال مالتها، أكو شيء لازم تعرفه وين الملاحظة الخامسة. دائما يجي مطلب ثاني وين المعادلة، وين الملاحظة الخامسة؟ اللي هو يقول لك أريد معادلة المماس في نقطة انقلابه، في نقطة انقلابه. شنو معنات معادلة المماس في نقطة انقلابه؟ اولا معادلة المماس لازم تحفظها حفظ، انت ماخذها بالخامس العلمي اكيد ما تتذكرها. المهم شنو هي معادلة المماس؟ y ناقص y1 تساوي m في x ناقص x1. شوف الواي والاكس ما يتعوضون، من اللي يتعوضون؟ تحتاج الواي 1 والام والام والاكس 1. اذا ثلاث شغلات تحتاج، الواي والاكس ما يتعوضون. شوف هو دائما حيقول لك في نقطه انقلابه، اذا معناته الاكس 1 والواي 1 هي نقطة انقلاب، اطلعها من نقطة الانقلاب. نقطة انقلاب يعني شلون استاذ؟ ما افتهمت. ها نقطة الانقلاب شلون تصير تطلعها؟ اول شيء تشتق اولى، مو نوبة تشتق ثانية، نوبة تصفر، نوبة تطلع اكس، نوبة الاكس تعوضها بالاصلية تطلع واي. هذول الاكس والواي اللي تطلعهم من نقطة الانقلاب هم اكس 1 وواي 1، هم اكس 1 وواي 1. هسه اكس 1 وواي 1 دائما هم نقطة انقلاب، ذولا طلعوا نقطة انقلاب يعني من المشتقة الثانية طلعهم، من المشتقة الثانية طلعهم. الاكس 1 هو نفس الاكس اللي يطلع، الواي 1 هو نفس الواي اللي يطلع من نقطة الانقلاب. اوكي هسه دولة تمام، بقى بس الام. الام نفس الملاحظة الرابعة اي، اللي هو شي يساوي ام الفتحة للاكس، الفتحة لمن؟ للاكس. هنا المن راح تعوض يا اكس؟ تعوض الاكس 1 نفس اللي طلعته هنا من نقطة الانقلاب. اوكي الفتحه للاكس، الفتحه لمن؟ للاكس. بس يا اكس تعوض، تعوض الاكس 1. هذا الام هم طلع من هذا القانون. يعني طلاب اختصر عليكم، الام هنا تشتقون مشتقه اولى لازم، وتعوضون الاكس 1 اللي طلعتوه من المشتقه الثانيه. تشتق مشتقه اولى بداخل المشتقه الاولى تعوض الاكس، طلعت الام، طلعت الام. وطبعا اكيد ورا ما طلع ذول الثلاثه عوضهم هنا. هسه عيد اكس 1 واي 1 منين نطلعهم طلاب؟ من نقطه الانقلاب. منين نطلعهم؟ من نقطة الانقلاب. الام منين نطلعها؟ من هذا القانون. اوكي بس بشرط انه نعوض الاكس 1 بداخل المشتقة الاولى. هاي احفظ لي اياها. اخر سؤال وتنتهي الحلقة الرابعة. شوف اذا كانت 6 تمثل نهاية صغرى محلية، قرار هاي بين ايام ملاحظة الملاحظة الخامسة. ليش؟ لان انطانيها بشكل رقم. تلاحظ حتى هذا الرقم ايش قلنا؟ ايش نعتبره؟ نعتبره واي. ايش راح نعتبره؟ الواي راسا الملاحظه الخامسه. اوكي طاني الداله، الداله على فكره بيها بس حرف واحد يعني بس ملاحظه خامسه ماكو غيرها. اوكي جد قيمه سي. اوكي ثم جد معادله المماس، خلوا معادله المماس بالاخير، خلينا نطلع قيمه سي. بما انه انا عندي الواي 6 ما عندي الاكس، شلون اطلع الاكس طلاب؟ اول شيء نشتق مشتقه اولى، اتفقنا. هاي شنو مشتقتها؟ 6 اكس. هاي شنو مشتقتها؟ سالب 3 اكس تربيع. السي مشتقة صفر. اوكي صفر المشتقة الاولى، اختصار على ثلاثة، هاي ستة على ثلاثة اثنين بيها، هاي ثلاثة تروح اكس تربيع.
اسحب اكس عامل مشترك يبقى 2 ناقص اكس. اما اكس صفر اما اكس صفر او 2 ناقص اكس صفر اكس يطلع 2. يعني كم قيمة الاكس طلعت عندي هنا؟ 2. انا ما اعرف يا هو اللي اريده، فايش راح اسوي؟ راح اخليهم على خط الاعداد، اخلي الصفر اخلي الاثنين. طبعا احنا نريد النهاية الصغرى، ركز، يعني يا هي اللي تطلع رقم 7 ناخذها نخليها بصف الواي. هسا انت ركز ركز، الستة هاي مو واي تعتبر عندك؟ الستة هاي الواي، بقت الاكس. الاكس يا هي تاخذها صفر لو 2 بصفها. هسا هنا لازم ناخذ النهاية الصغرى. طبعا طلاب انتم تعرفون هنا شلون راح ناخذ رقم اصغر من صفر سالب 1 ونعوضها بالمشتقة الاولى. وين نعوضها؟ بالمشتقة الاولى. خلينا نختبر دقيقة، هاي شرحناها بالبداية حتى قلت لكم طلعوا بس اول اشارة والباقي تعكسوها. سالب 6 طلعت الاشارة سالب 9، الاشارة سالب، اذا هذا سالب هذا موجب هذا سالب، تناقص تزايد تناقص. من هي اللي طلعت رقم 7؟ الصفر لو الاثنين اكيد الصفر ناخذها، هي النهاية الصغرى. الاثنين نهاية عظمى، من نريد احنا نريد نهاية صغرى، اذا النقطة مالتي ايش راح تصير؟ صفر بستة. الستة هي انا اخذتها من السؤال اللي هي الواي، والصفر صارت عندي نقطة وعندي دالة، نقطة ودالة. كرار يا ملاحظة، الملاحظة الأولى، اي علي ما ترجعنا؟ على الملاحظة الأولى، نقطة ودالة، نعوض النقطة بالدالة وتطلع عندي السي. على كيفنا، اف للاكس اعوضها الواي 6، الاكس صفر، طبعا الصفر يروح الصفر يروح، السي طلع 6. اخذت 8 من 10 لين طلعت له بس اول، او 6 من 10 لين طلعت له اول مطلب بس. المطلب الثاني شنو يريد؟ معادلة مماس المنحني في نقطة انقلاب. هسه حكيت لك اياها زين، انا قلت لك يمكن معادلة المماس حتى طلعها هي شنو قانونها؟ واي ناقص واي 1 يساوي ام في اكس ناقص اكس 1، مو هيجي؟ زين، اول شيء اكس 1 واي 1 هي من المشتقة الثانية نطلعها من نقطة الانقلاب. احنا طلعنا مشتقة اولى، دقيقة خلي بس اجي اطلع من عندها مشتقة ثانية. ثواني طلاب، احنا نجي نشتق مشتقة ثانية. المشتقة الثانية دائما نطلعها من المشتقة الأولى، هاي يلا 6x مشتقتها 6، هاي تضرب 2 ب 3 تصير سالب 6x، الصفر مشتقتها صفر. هسه تجي تصفر، طبعا بعد ما نحتاج هاي، دقيقة خليها هيجي، طلع الاكس جيب 6x، الاكس طلع واحد. هذا الاكس طلع واحد يمثل لي الاكس 1، وطلعنا اول شيء نحتاجه الاكس 1. اوكي شلون نطلع الواي؟ نعوض الاكس بالداله الاصليه. اوقف، وين الداله الاصليه؟ هاي طبعا تتذكروها بالخطوات، نعوض بالداله الاصليه، بس خلي اكتب الداله الاصليه ثواني. طبعا انا لهنا انا خلص المطلب الاول حتى بس منها بدا المطلب الثاني. الداله الاصليه راح اكتبها شو من بينه فوق، 3x تربيع ناقص x تكعيب زائد c. هنجي نعوض الواحد ونطلع الواي، 3 في 1 ناقص 1 تكعيب، السي اصلا انت طلعتها 6 بالمطلب الاول، عوضها 3 ناقص 1 زائد 6، 3 ناقص 1 2، 2 زائد 6 الواي طلعت 8، هاي الواي تمثل الواي 1، تمثل الواي 1، طلعنا الواي 1. بقى منو هسه؟ طلعنا الاكس 1، طلعنا الاكس 1 والواي 1، بقى بس الام. الام شنو قانونه؟ الفتحه ومن نعوض بداخله الاكس 1 اللي هو 1. اوكي اول شيء نشتق مشتقه اولى، احنا عندنا مشتقه اولى فوق 6x، اوكي 6x ناقص 3x تربيع، حتعوض بدال اكس 1 حيطلع الام 3، طلع الام خلص، تروح تعوض بالمعادله مال المماس. يلا نجي هسه نعوض معادله المماس،
اوكي هاي اقبالكم، هرجع اكتبها من جديد. واي ناقص واي 1 نعوض 8، واي ناقص واي 1 يساوي ام، الام ايش قد طلعناها 3، في اكس ناقص اكس 1، اكس 1 طلعناه 1. هاي تقدر توزع الثلاثة وتكمل ترتيب الحل، تصير واي ناقص 8 تساوي 3 اكس ناقص 3، وتنقل 3 اكس والسالب 3 الصفر يعني، وطلعت معادلة المماس، تصير واي ناقص 3 اكس ناقص 3 تنقلها طبعا تصير موجب 3، 8 زائد 3 سالب 5. هاي خسرتها رأسا. اوكي هاي معادلة المماس. خلصت الحلقة الرابعة، وهذا كان آخر سؤال انتبهوا عليه أيضا من الأسئلة المهمة. إن شاء الله تبقى عندنا بس الحلقة الخامسة والسادسة اللي هي رسم الدوال، الحلقة الخامسة والحلقة السادسة التطبيقات. أريدكم تنشرون المحاضرات قد ما تقدرون، وما أوصيكم دعم القناة لايك وسبسكرايب، وتحياتي لكم.